مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بحضراتكم في يوم جديد من أيام المحترف. كالعادة حلقة يوم الخميس حلقة دسمة جدا على مستوى الكرة العالمية، كمان هنتكلم بصفة يعني مركزة على الجولة الرابعة من دوري الأبطال. الحقيقة امبارح كان في طبعا مباريات مثيرة جدا للنتائج و حسمت مواقف، زي ما قلنا لحضراتكم يوم الاثنين يمكن الجولة الرابعة من دوري الأبطال بتحسم في وقت من الأوقات مين اللي هيوصل لأدوار النوك أوت، كمان بتحسم خروج فرق كثيرة جدا. الحقيقة امبارح كان يعني مباريات مثيرة جدا جدا على مستوى النتائج، على مستوى طبعا الأداء الفني، وكلنا وقفنا عند نجمنا الكبير محمد صلاح. الحقيقة يعني قبل ما أتكلم على محمد صلاح، في فرق كبيرة، الأسماء الكبيرة زي البايرن خلاص تأهل بشكل رسمي، المان سيتي تأهل بشكل رسمي، ريال مدريد، وكمان مفاجأة المجموعة طبعا نادي كلوب بروج البلجيكي اللي بيتأهل رسميا للدور الـ16. لكن امبارح كلنا كنا يعني سعداء جدا جدا، يمكن كان محمد صلاح أو ليفربول مكان يعني تشكيلة ما كانش متواجد فيها محمد صلاح، لكن بمجرد دخول محمد صلاح اللي بيحقق ريكورد صعب جدا، انا في اعتقادي صعب جدا جدا اي لاعب يحقق هذا الريكورد، وهو احراز هاتريك في 6 دقائق و12 ثانيه. 6 دقائق و12 ثانيه، نجمنا الكبير محمد صلاح بيكتب وبيسطر تاريخ في البريمير ليج على مستوى الكره الانجليزيه، على مستوى الكره العالميه. محمد صلاح يعني برغم سوء أداء ليفربول على مستوى البريمير ليج، رغم يمكن بعض الانتقادات على أدوار محمد صلاح في البريمير ليج، ولكن زي ما حضراتكم تابعتوا امبارح وكلنا تابعنا امبارح، الثلاث أجوان جابهم محمد صلاح، يعني بتتكلم في هاتريك يعني في 6 دقائق و12 ثانية. ما اعتقدش هذا الرقم ممكن اي لاعب على مستوى العالم يحققه قريب. يعني كل الناس بتتكلم ممكن هالاند متواجد، في لعيبه كبيره متواجده، ليفا يمكن حقق الهاتريك يمكن في احد سنوات دوري الابطال، ولكن في تقريبا 11 دقيقه، ارقام كبيره جدا بيحققها محمد صلاح. الحقيقه محمد صلاح كمان اللي لاحظناه يمكن الحاله النفسيه ما زالت، يعني حتى بعد إحرازه للأهداف مش دي فرحة محمد صلاح، الابتسامة غايبة عنه شوية. بعد المباراة جت الصورة عليه وهو خارج من الملعب، يمكن ما راحش كمان يمكن يحيي الجماهير بالشكل المعتاد. مازال محمد صلاح يمكن قلقان على فرقته، قلقان على كمان عليه نفسه، يعني هو طبعا الهاتريك ده بيديله أكيد حوافز جديدة ودوافع جديدة وبيعلي أكيد من الروح المعنوية، ولكن محمد صلاح مازال لسه مش مبسوط، يعني مش مبسوط بموقفه في أو موقف ليفربول في البريمير ليج، ولكن كان مهم جدا على المستوى المعنويات. على مستوى الصحف العالمية النهاردة اللي هنتابعها مع حضراتكم كلها بتتكلم على محمد صلاح، خاصة الصحف الإنجليزية، كان مهم جدا لنجمنا الكبير أن يستعيد الثقة مرة تانية، وده مهم جدا 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 للعيب الكرة، وخاصة في الهاي ستيج، في الليفل العالي اللي بيلعب فيه محمد صلاح، وطبعا كأفضل لاعبي كرة القدم في العالم على مستوى طبعا كبير جدا من الاحترافية. لكن محمد صلاح بيكتب اسمه بحروف من ذهب في دوري الأبطال، أقوى المسابقات على مستوى العالم، برقم كبير جدا، هاتريك في 6 دقائق و12 ثانية. كل التوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح. زي ما بقول لحضراتكم كمان على مستوى البريمير ليج، يعني في مفاجآت كثيرة جدا جدا حصلت في الجولة الرابعة. بنتكلم على كمان وصل إلى دور النوك أوت كلوب بروج البلجيكي. الحقيقة الكرة البلجيكية كمان بتمر بمنحنى جيد جدا، سواء على مستوى المنتخب، على مستوى بعض الأندية، وطبعا زي ما بقول لحضراتكم من خلال المحترف احنا كمان بنحاول ندرس ملفات هذه الفرق أو هذه الدول اللي حققت تطور كبير جدا جدا على مستوى كرة القدم في سنين قليلة. الحقيقة كمان قبل ما نكمل حديثنا عن دور الأبطال، أكيد كلنا جماهير النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي منتظرين إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله الساعة 6 مباراة العودة أمام اتحاد مستيري
التونسي مباراة العودة بعد طبعا النتيجة والأداء الرائع اللي ظهر به النادي الأهلي في المباراة الأولى، وكانت خطوة مهمة جدا في بداية الموسم إن الأهلي يظهر بهذا المستوى، سواء على المستوى الفني أو على المستوى الخططي أو حتى على المستوى البدني، الاستعداد على قدم وساق. ومهم جدا المباريات اللي زي دي، مهم جدا، وخطورة المباراة اللي زي دي صدقوني لازم يكون واصل، وأعتقد أكيد واصل للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر اللي بيعمل شغل أكتر من رائع لغاية دلوقتي على مستوى اللاعبين كلهم، لاعبين خبرات وعلى مستوى دولي حاسين بأهمية هذه المباراة. يمكن بعض الناس بتقول المباراة محسومة، النادي الأهلي هيكسب، النادي الأهلي خلاص صعد لدور الستاشر، ولكن حذاري حذاري من هذه المباريات، لأن حتى على مستوى الاستعداد النفسي في كلام واضح، في كلام صريح حتى من كابتن سيد عبد الحفيظ، كمان عنده خبرات كبيرة جدا في مواقف زي دي كثيرة جدا جدا، بعض اللعيبة ممكن تكون هتستسهل المباراة، ممكن جدا يوصل لها خلاص المباراة ان احنا كده كده وصلنا، ولكن ده مش يعني مش في النادي الأهلي. ان شاء الله النادي الأهلي هيأكد تفوقه على فريق بحجم طبعا فريق اتحاد مستيري اللي قدم مباراة لا بأس بيها، وفريق جيد جدا. خلي بالكم الفريق جاي والمدير الفني بيتكلم، يعني عنده ثقة في اللعيبة انها هتأدي اكيد اداء افضل اللي أديته في المباراة الاولى، كمان على مستوى فريق جاي مش خسران حاجة، يعني كل الماتشات الصعبة واللي انا يعني دخلتها حتى على مستوى الأندية الأوروبية بتيجي بعض الماتشات كده الواحد يقول لك كده كده المباراة احنا دي ضمناها خلاص والموضوع سهل، وبتفاجأ جوه الملعب ان الموضوع ممكن جدا يتغير. كرة القدم يعني بلغة الكرة كده غدارة، اللي ما بيحترمش كرة القدم وبيركز في كل مباراة وبيحترم الخصم بشكل كبير جدا، ممكن جدا النتيجة لا قدر الله تكون نتيجة عكسية. لكن من خلال الاستعدادات ومتابعتنا لفريق النادي الأهلي زي ما شايفين حضراتكم، في جدية في التمرين، في إصرار، في عزيمة، لأن لعيبة النادي الأهلي عارفة والجهاز الفني عارف احنا كجماهير مش هننبسط ان احنا كسبنا مباراة، لكن كل فرحتنا بتكون فرحة كاملة بالبطولات، أولها طبعا ان شاء الله بإذن الله عودة الدوري المصري لأحضان الجزيرة، ده مهم جدا. الجزء كمان المهم جدا جدا كمان على المستوى الافريقي اللي احنا يا دوبك دي اول خطوه، يمكن كمان الخطوه لسه ما كملتش. ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله هيكون اكتمال لهذه الخطوه اللي هي بدايه للمشوار الافريقي، وان شاء الله صعودنا لدور ال 16. كل التوفيق لفرقتنا وكل التوفيق لجهازنا الفني الجديد، وان شاء الله الفرقة إن شاء الله يوم السبت يعني تفرحنا بكمان أداء على مستوى جيد، والنتيجة إن شاء الله نتيجة جيدة. كالعادة قبل ما نخش على الصحف العالمية عندنا بعض الأخبار برضو العالمية السريعة طبعا تخص كرة القدم. نبدأ بميسي. ميسي الحقيقة نجم طبعا نجم المنتخب الأرجنتين، كابتن الأرجنتين وكابتن طبعا باريس سان جيرمان، كان يعني في اتهام شوية أو في جماهير برشلونة يمكن كان غضبانة شوية من ميسي. غضبانة ليه من ميسي؟ يمكن حضراتكم كمان من خلال متابعة الدوري الأبطال، وكان تعادل برشلونة 3-3 مع إنتر ميلان. الحقيقة اللي عمله ميسي امبارح إن يعني عمل لايك، يعني عمل إعجاب كده على يعني على بوست نزله مارتينيز طبعا مهاجم الإنتر بعد إحرازه هدف في برشلونة، وليون ميسي عمل له لايك، يعني مجرد عمل له لايك، وكان يعني وصفت بعض التقارير الاسبانيه غضب كبير طبعا من برشلونه او جماهير برشلونه، بتقول ميسي عمل له لايك وان هو يعني متجاهل الى حد كبير نادي برشلونه وما عندوش احساس بالفرقه بمعنى اصح. لكن منطقيا طبعا في يعني طبعا مارتينيز زميل في الملاعب وزميل المنتخب في منتخب الارجنتين مع ميسي، واكيد قبل انطلاقات كاس العالم القادمه بشهور اكيد الروح المعنويه واللعيبه بتهني بعض بشكل او باخر. لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم السوشيال ميديا في العالم كله يمكن ساعات بتخرج بره المنطق والعقلانيه شويه. ميسي عمل لايك على بوست نزله مارتينيز بعد احرازه هدف في البارسا وتعادل كبير جدا ومهم جدا للانتر مع برشلونه 3-3،
أثار غضب بعض الجماهير في السوشيال ميديا من جماهير برشلونة. حضراتكم عارفين طبعا أن في أخبار بتقال أن يمكن ميسي مع نهاية هذا الموسم ينتقل أو يعود مرة تانية لبرشلونة. دي أمال كبيرة جدا يعقدها كثير من محبي برشلونة في الفترة اللي جاية، أن ميسي قد ينهي مشواره الاحترافي في كرة القدم في صفوف برشلونة، ولكن مش عايزين نسبق الأحداث. طبعا أمال كمان برشلونة اتعقدت جدا في التأهل لدور الستاشر بعد هذا التعادل. الفريق ده دلوقتي في المركز الثالث في المجموعة، عنده 4 نقاط بس. في المركز الثاني الميلان ب7 نقاط، لكن طبعا حضراتكم عارفين ان بايرن ميونخ خلاص العلامة الكاملة وحجز بطاقة الصعود بالعلامة الكاملة، 12 نقطة في 4 مباريات. طيب على مستوى مان يونايتد، يمكن عائلة جليزر ده طبعا يعني العيلة المالكة الإنجليزية اللي تملك طبعا نادي مانشستر يونايتد، هي غير مهتمة ببيع النادي لكن بتفكر في العروض اللي ممكن تزيد عن 9 مليار جنيه استرليني. الحقيقة رقم كبير جدا، وحضراتكم عارفين ان العيلة الأمريكية استحوذت على المان يونايتد مقابل 800 مليون جنيه استرليني، ده كان في عام 2005. وأكيد في الفترة اللي فاتت كان في انتقادات كثيرة جدا جدا خلال يمكن 17 سنة اللي فاتوا، وكثير من مشجعي المان يونايتد والعديد منهم كان يعني بينتقد هذه العائلة المالكة. ومع تزايد طبعا حضراتكم خيبة الأمل، حضراتكم عارفين بعد رحيل طبعا الأسطورة السير أليكس فيرجسون عام 2013، ارتبط طبعا السر يعني يعني او التكلفه، المشجعين بيتكلموا على المصاريف الكتيره اللي بيخسرها. ويمكن احد مشجعي اليونايتد كان مطلع يعني او بيصرح انه غاضب جدا من هذه الاداره. وحضراتكم عارفين كمان غياب البطولات على مستوى كبير جدا. يمكن العروض اللي بتتقدم للمان يونايتد لغايه دلوقتي مش عروض كبيره، يمكن العيله المالكه بتتكلم في رقم كبير جدا، بتتكلم في 9 مليار. هم بيتكلموا ان لو جالهم 9 مليار باوند او 9 مليار جنيه استرليني ممكن جدا يستغنوا عن هذه الصفقه. لكن سباق الاستحواذ كمان على موضوع تشيلسي، كمان كان تشيلسي كمان كان في بعض الناس بتستحوذ عليه، او الفكره نفسها يعني يعني مجموعه جديده اشترت تشيلسي، وبالتالي كان في بعض الانتقادات او مطالبات من جماهير المان يونايتد ان هذه يعني العائله المالكه والعائله الامريكيه المالكه لهذا النادي وارد جدا الفتره الجايه تحت الضغوط ان هم يبيعوا النادي. يعني اللي بيدير طبعا المنظومه يعني شركه كبيره، يعني شركه تملك شركه عملاقه للمواد الكيميائيه بتقدر بمليارات الجنيهات، كمان بتمتلك نادي نيس ولوزيرن في الدوري السويسري، وكمان بتملك تلت فريق مرسيدس في الفورمولا 1، بالاضافه الى طبعا شركات ومصالح كثيره جدا على مستوى الرياضه. يعني عائله عندها الكثير من الاموال، لكن في الوقت نفسه عائله جليرز ده اللي بتكلم عليها ما عندهاش الرغبه ببيع النادي مانشستر يونايتد الا في حاله واحده، وهو العرض اللي قلت لحضراتكم عليه ب 9 مليار جنيه استرليني يخليهم ممكن يفكروا في بيع النادي. لكن زي ما بقول لحضراتكم ما فيش فريق في العالم دلوقتي يعني يتجاوز قيمته الماليه اكتر من 7 مليار جنيه استرليني، وده فريق يعني في الفوتبول امريكان فوتبول، فريق دالاس كاوبويز، ده فريق تقدر دلوقتي القيمة التسويقية لهذا الفريق، طبعا مش فريق كرة، الفوتبول أمريكان مختلف، تقدر بحوالي 7.2 مليار جنيه استرليني. وحضراتكم الرقم ده هيبقى صعب جدا تحقيقه أو عرضه على المان سيتي، مان يونايتد، آسف، على المان يونايتد. المان يونايتد زي ما بقول لحضراتكم ما كسبش أي لقب كبير على مستوى البطولات الأوروبية أو حتى على مستوى البريمير ليج خلال الـ5 سنين اللي فاتوا،
وبعض الناس بتقول العيلة بتجني أرباح كثيرة جدا جدا بعيد عن البطولات. حضراتكم عارفين أن عوائد النادي والأندية الكبيرة مش متوقفة بس على البطولات ولكن على حاجات كثيرة جدا جدا، وبالتالي كان في انتقادات كثيرة جدا، وبعض الناس وبعض يعني مشجعي المان يونايتد يتمنوا أن يخش مستثمر جديد بفكر أيضا فكر مختلف عن العائلة الأمريكية المالكة للمان يونايتد. طيب نروح لإمبابي. كمان إمبابي يعني مهاجم طبعا باريس سان جيرمان في جدل كتير جدا جدا حواليه، ويمكن بعض الناس بتقول إنه رغبته في الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان بقى قريب جدا، وفرصة هتبقى ممكنة للريال مدريد. يمكن شبكة راديو مونتو كارلو قالت إن إمبابي لم يصرح علنا برغبته في الرحيل لكن يريد الرحيل بالفعل ومغادرة النادي في أسرع وقت بسبب الوعود اللي يمكن تم الاتفاق عليها مع الإدارة لكن لم يتحقق منها شيء لغاية دلوقتي. كمان الموقع أضاف إن رحيل إمبابي عن صفوف البي إس جي في يناير المقبل هيكون صعب للغاية، لأن الإدارة طبعا الباريسية مش هتقبل رحيله في منتصف الموسم، وسبق إن قالت إن يعني إن فريق ريال مدريد كان بيقاتل بقوة ل يعني الحصول على يعني خدمات إمبابي في صيف 2021 قبل انتهاء عقده القديم. أشارت كمان إن رحيل إمبابي في صيف 23 هو الوارد بقوة مع نهاية الموسم، لأن هيتبقى له موسم واحد لانتهاء عقده اللي هو الجديد المتفق عليه لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر بناء على رغبة اللاعب فقط. كمان أحد الشبكات الفرنسية قالت إن إمبابي لا ينوي تفعيل هذا البند يعني بعقده الذهبي زي ما بيقولوا اللي هو أغلى عقد في تاريخ أي لاعب فرنسي في العالم. ده معناه إن يعني عقده هينتهي في صيف 2024، ولكن بعض التقارير بتقول إن الريال كمان لسه مترقب هذا الموقف بالنسبة لإمبابي، وهيكون فيه من الواضح هيكون فيه عرض مع نهاية الموسم. طبعا الفترة الشتوية أكيد خلاص ده هيكون الصعب جدا جدا انتقال إمبابي، لكن في صيف 23 كل التقارير بتقول ان الصيف القادم هيكون إمبابي خارج بي اس جي، انتقاله بقى لريال مدريد او انتقاله لاحد الاندية الاخرى لسه الامور يمكن ما ظهرتش بشكل كبير، لكن يبقى إمبابي طبعا لعيب عظيم على مستوى طبعا الكرة العالمية على مستوى الكرة الإنجليزية. كمان تردد إن إدارة البي إس جي استأجرت وكالة خارجية تهاجم اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن الإجراءات القانونية ستكون طويلة للغاية. تاني بتكلم حتة يعني خلاص يعني هم في عدم رضا واضح ما بين الإدارة وما بين إمبابي. يمكن ناصر خليفي طبعا رئيس نادي بي اس جي قال لك مستحيل هنسيب امبابي في الفتره الشتويه القادمه، ولكن ممكن جدا او من خلال تعاقده او من خلال شروط التعاقد مع امبابي ان هو يكون في تفاوض في صيف 2023. زي ما بقول لحضراتكم كمان النهارده قالت بعد التقارير الالمانيه عن توماس توخل طبعا المدير الفني السابق لتشيلسي مهتم جدا بتدريب المنتخب الانجليزي. طبعا دي في حالة رحيل جاريس ساوث جيت من منصبه عقب انتهاء طبعا كأس العالم 2022. ويمكن زي ما حضراتكم عارفين توخيل ساب تشيلسي الشهر اللي فات بعد النتائج السلبية، علما كان طبعا قاد الفريق لتتويجات بشكل كبير دوري الأبطال في 2021. يمكن صحيفة ديلي تيليجراف نقلا عن مصادر ليها ان توخيل رفض عرضين من انجلترا، واحد من انجلترا وواحد من اسبانيا. طب رفض العرضين دول ليه؟ ومن الواضح انه عينه على المنتخب الانجليزي وينتظر فرصه مناسبه للوصول للمنتخب الانجليزي طبعا بعد انتهاء طبعا فعاليات كاس العالم القادمه. زي ما بقول لحضراتكم يعني ساوث جيت عنده مشاكل، يمكن ساوث جيت عنده تعاقد مع المنتخب الانجليزي لغايه اليورو 2024، ولكن المباريات اللي فاتت وعدم حتى وصول للمنتخب او تزايل المنتخب الانجليزي لدوري الامم الاوروبيه
بيعجل شويه برحيل ساوث جيت عن كاس العالم، وقد تكون كاس العالم القادمه هي يعني زي ما بيقولوا القشه اللي ممكن يتعلق فيها ساوث جيت للاستمرار في المنتخب الانجليزي، او توخيل بيسخن على الخط لطبعا تدريب المنتخب الانجليزي في فتره ما بعد كاس العالم. لسه عندنا يعني حاجات كتيره جدا جدا هنا في المحترف، وزي ما بقول لحضراتكم يعني عندنا ملفات كتيره جدا جدا، ولكن خلونا قبل ما نطلع لفاصل كمان عندنا محمد الباز النهارده ناقدنا الرياضي هيكون متواجد معانا علشان نتكلم معاه في ملفاتنا، وخاصه دوري الابطال، دور صلاح القوي جدا في مباراه دوري الابطال، دوره في الفتره اللي جايه هيكون ايه. لكن خلينا نروح كمان ونشوف الصحافة العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نطير لأسبانيا، نبدأ في أسبانيا مع جريدة ماركا الأسبانية اللي ركزت على تعادل برشلونة 3-3 أمام إنتر ميلان، وتعقد مهمته في التأهل، طبعا مهمة برشلونة للتأهل لدور ال 16 من دوري الأبطال، وكتبت برشلونة على شفا كارثة، شفا كارثة كل عام، لأن حضراتكم الموسم اللي فات كمان كان خروج يعني صعب جدا لبرشلونة من دور المجموعات في دوري الأبطال، والجريدة بتقول طبعا برشلونة في كارثة أو تكرار كارثة العام الماضي. الصحيفة كمان اهتمت بالنجم امبابي وقضية رحيله عن باريس سان جيرمان، وكتبت 400 مليون يورو وفيتو ضد ريال مدريد. فيتو ضد ريال مدريد، يمكن كان بعض التقارير بتقول ان باريس سان جيرمان ممكن يسمح رحيل امبابي ولكن بشرط عدم انضمامه للريال. اهتمت كمان بتعادل اتلتيكو مدريد امام كلوب بروج في دوري الابطال، وكتبت لنفكر في بروج. الصحيفة اهتمت كمان بلقاءات الأندية الأسبانية ريال بيتيس وريال سوسيداد وفيا ريال في دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. طيب نروح لصحيفة سبورت الأسبانية، كمان ركزت على التعادل المثير ما بين برشلونة والإنتر 3-3، وصعبت وضعية برشلونة في التأهل لدور ال 16، وكتبت يعني العيش في معجزة، يعني لازم منتظرين معجزة خلال طبعا الجولة الخامسة والستة. كمان الجريدة تحدثت عن فوز بايرن ميونخ على فيكتوريا بيلزن بنتيجة 4-2، وكتبت بايرن ميونخ يتجه أو خلاص يحسم المركز الأول. كمان الصحيفة اهتمت كمان بتعادل أتلتيكو مدريد أمام طبعا سلبيا أمام كلوب بروج 0-0، وكتبت وضعية أتلتيكو مدريد تتعقد بسبب غياب الأهداف. إنجلترا صحيفة صن الإنجليزية كلها طبعا بتتكلم على ليفربول والفوز الكبير 7-1 على جلاسكو رينجرز والهاتريك المصري محمد صلاح، وكتبت رائع صلاح. طبعا كل الناس بتحتفي بمحمد صلاح، كمان كتبت محمد صلاح هاتريك في 6 دقائق الأسرع في تاريخ دوري الأبطال. اهتمت كمان الصحيفة بفوز توتنهام على فرانكفورت 3-2 في دوري الأبطال، وكتبت ثنائية من سن في القمة. اهتمت الصحيفة بصراع كريستيانو رونالدو مع الاتحاد الإنجليزي، وكتبت رونالدو مستعد للقتال مع الاتحاد الإنجليزي. طيب نسيب إنجلترا ونطلع على إيطاليا، صحيفة لاجازيتا ديلي سبورت الإيطالية أكيد ركزت كمان على تعادل الإنتر أمام برشلونة 3-3 في الكامب نو بدور المجموعات أو بدور المجموعات لأبطال أوروبا، وكتبت ليلة سحرية في دور الأبطال صرخة إنتر ميلان. اهتمت الصحيفة بفوز نابولي كمان على أياكس 4-2 وتأهله لدور ال 16 من دوري الأبطال، وكتبت تأهل نابولي السوبر. طبعا كل الجرائد الإنجليزية بتحتفي بمحمد صلاح، احنا كمان إن شاء الله هنا في المحترف هنركز على محمد صلاح وليفربول اللي بيظهر بوجهين مختلفين على مستوى البريمير ليج على مستوى دوري الأبطال، ولكن يبقى محمد صلاح أسطورة مصرية، أسطورة عربية، أسطورة تاريخية في تاريخ الكرة الإنجليزية وتاريخ الكرة العالمية الحقيقة بأرقام ونتائج ويعني ريكوردز على أعلى مستوى.
هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنستقبل ضيفنا النهاردة الناقد الرياضي محمد الباز عشان نتكلم في كل ملفاتنا النهاردة في المحترف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. النهارده معانا نجم كبير على مستوى النقد الرياضي، على مستوى كمان التحليل الفني، دايما بيشرفنا في طبعا المحترف في قناه النادي الاهلي. بنرحب بنجمنا محمد الباز، هيكون النهارده ضيفنا في المحترف. محمد مساء الفل. مساء الفل يا كابتن هاني. اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد كله لله. كله تمام. مساء الفل وتحياتي لحضرتك جمهور النادي الاهلي. حبيبي محمد، عايزين نخش على طول على الشغل الشاغل طبعا لكل الجماهير المصريه. كنا بنتابع طبعا دوري الابطال. قبل ما نخش في تفاصيل دوري الابطال والمجموعات والفرق، كان وانت بتتفرج على الماتش وشفت صلاح بينزل تقريبا في الدقيقه 70 وبيعمل هاتريك وبيكسر رقم وريكورد اعتقد صعب جدا اي لاعب في العالم ممكن يحققه قريب على المستوى يعني القريب، كان احساسك ايه وانت بتتفرج على ده وانجاز كبير لنجمنا الكبير محمد صلاح؟ طبعا محمد صلاح هيفضل بقيمته، محمد صلاح انجاز كبير جدا. ولكن للامانه كابتن هاني، معظم الناس ومعظم المصريين توقعوا بنزول محمد صلاح يعني المستوى مش هيكون اللي هو، يعني محمد صلاح دايما ما تعودنا عليه ان هو بيبدا اللقاءات بيبدا دايما مركز، ان هو يقعد على الدكه لحد الدقيقه 68 او تقريبا زي ما حضرتك قلت 70. لا يعني فتره طويله جدا ينزل يحقق انجاز لنفسه، يكتب ارقام في التاريخ. محمد صلاح تقريبا دلوقتي كل ما يحرز اهداف في تشامبيونز ليج او حتى في البريمير ليج بتسجل ارقام قياسيه جديده في التاريخ. انجاز عظيم، كلنا كنا سعداء جدا مبسوطين جدا بالهاتريك، يعني اسرع هاتريك في تاريخ البطوله، حاجه مشرفه رائعه جدا. يعني سبق يعني اسماء كبيره جدا حضرتك قلت في الانترو، ليفا وحتى رونالدو، ولكن كان في 11 دقيقه، احنا بنتكلم في 6 دقائق و12 ثانيه. ده يعني انجاز تاريخي، 3 اهداف ورا بعض بدايه من نزوله من 68 او يعني 70 اخر 20 دقيقه. صحيح. لا يعني محمد صلاح نزل مركز، اثبت للجميع لا حتى لو انا قاعد دكه هنزل عارف هعمل ايه. عودة قوية جدا، أعتقد دي دفعة قوية جدا للمباراة القادمة أمام المان سيتي. كنا بنقول دي بداية العودة لمحمد صلاح، وطبعا لليفربول فوز كبير جدا، دفعة معنوية كبيرة جدا. أعتقد بالبوزيشن الجديد والتوظيف الصح لمحمد صلاح امبارح، مع طبعا الانعكاس القوي جدا لنونيز والشهية بدأت تنفتح فيرمينو. هنتكلم ونفصل المباراة تفصيل يعني فني بشكل كبير محمد، لكن زي ما بنقول دي كان مهمة جدا على مستوى الثقة. محمد صلاح بيعود ثقته لنفسه تاني بشكل كبير جدا، يبقى يمكن تعديل شوية في النواحي الفنية لفريق ليفربول عشان نشوف إمكانيات الحقيقية لمحمد صلاح بشكل كبير جدا. محمد صلاح نموذج يعني مشرف جدا لكل عربي وكل مصري، واحنا فخورين بما يقدمه محمد صلاح. وزي يمكن قلت يعني في اصعب الفترات لليفربول ومحمد صلاح كنا دايما بنقول صلاح راجع، صلاح راجع، وباذن الله تكون الهاتريك التاريخي ليه امبارح تكون ان شاء الله بدايه لعوده جيده جدا لمحمد صلاح وليفربول. يعني بجد شيء يدعو للفخر وشيء يدعو يعني للأمل كمان في الفترة اللي جاية لمحمد صلاح، لأن التحديات كبيرة جدا جدا صدقوني، التحديات بتبقى قوية جدا والناس ما بتحسهاش. اللعيب المحترف في الستيج بتاع محمد صلاح بيكون الضغوط كبيرة جدا عليه، سواء حتى على المستوى الإعلامي هناك يعني الإنجليز ما بيرحموش، سواء لو لعبت ماتش هيرفعوك السماء، لعبت ماتشين مش كويس هينزلوا بيك الأرض. تحديات قوية جدا على مستوى الميديا، على مستوى الجماهير، على المستوى الفني واللي بيمر بيه ليفربول. ولكن لازال محمد صلاح بيحقق أرقام قياسية كبيرة جدا جدا في الدوري الإنجليزي وعلى مستوى بطولة كبيرة زي دوري الأبطال. طبعا وضع نفسه مبدئيا مع هدافين البطولة لحد دلوقتي مع ليفا وهالاند بخمس أهداف، أصبح واحد من هدافين البطولة في دور المجموعات حتى الآن. وضع نفسه طبعا بأفضل هداف لنادي إنجليزي ب 38 هدف، وضع نفسه بأفضل هداف أفريقي ب 45 هدف. أرقام قياسية يمكن ديت لسه عليها شوية جدل، الأرقام بالنسبة على مستوى اللعيب الأفريقي لسه شوية ما تأكدناش منها. لكن قبل ما نشوف محمد نتائج الجولة الرابعة، كنت دايما بقول إن الجولة الرابعة بتبين شكل المجموعة بشكل أو بآخر، بتبقى يعني دور حاسم جدا
الجوله الرابعه بالذات في دوري الابطال. اجماليا شفت الجوله الرابعه ازاي بمفاجاتها بالحاجات اللي انت شفتها وكنت مفاجئ بيها في مباريات الثلاث والاربع؟ طبعا يعني في مفاجات كبيره جدا، اهمهم نابولي يعني على سبيل المثال، الفريق اللي حسم واكد صعوده للمرحله القادمه طبعا يعني ب 12 نقطه، العلامه الكامله. عندنا كلوب روج طبعا من اهم الفرق دلوقتي، فريق تقيل جدا بدا يكون اصبح منافس شرس امام الفرق الاوروبيه الكبيره جدا. دول من اهم الفرقتين من المفاجات الكبيره. تعالى انا ولكن كابتن هاني طبعا المان سيتي بيلعب تحت يعني بهدوء، ما كانش في ضغوطات عاليه عليه في المباراه دوت، حب ان هو يريح طبعا هالاند، يريح العناصر الاساسيه عنده. وده كان قاله بيب، يمكن قال ان هالاند مش هيلعب كل المباريات لازم، وده ذكاء كمان من المدير الفني، هو عارف بالظبط ان هالاند طبعا لا غنى عنه، ولكن بيجي وقت من الاوقات لازم يريح شويه على المستوى البدني المستوى الذهني، فهو اختار مباراة كوبنهاجن، هو تقريبا حسم الامور بشكل رسمي، وبالتالي طبعا كان عدم وجود هالاند طبيعي ولوجيك يعني. صحيح. طيب خلينا نروح للمباراة، مباراة ليفربول ورينجرز، نتيجة كبيرة قوي 7-1، كانت غير متوقعة. ليه غير متوقعة؟ نتيجة اداء ليفربول في البريمير ليج. شايف ازاي الوشين دول؟ يعني وجه ليفربول على مستوى البريمير ليج اداء سيء جدا ونتائج مخيبه للامال، على الجانب الاخر سباعيه امام الكلاسيك، ماتش كلاسيك ما بين طبعا رينجرز وما بين ليفربول. صحيح، يعني ماتش امبارح كان ماتش اكثر من رائع. طبعا بدايه التهديف كانت من رينجرز، طبعا بدا ان هو يحرج ليفربول لبعض الدقائق، العوده الكبيره جدا بسبع اهداف متتاليه، بدايه اكثر من رائعه، قويه جدا، بتعود بها الروح مره اخرى لليفربول. على العكس زي ما حضرتك قلت، يعني اول سبع او ثمان جولات في البريمير ليج بيفكرونا بموسم 2014 2015، كانت بدايه ايضا سيئه، خساره طبعا من المان سيتي، خساره من استون فيلا، كان تعادلات كثيره، نفس الكلام كان انهى السبع او ثمان جولات الاولى بثمان او عشر نقاط نفس الشكل. ولكن نهايه 2014 2015 انهى ليفربول الدوري في المركز السادس. هذا العام انا اعتقد لسه بدري، لسه ليفربول هيعيد حساباته تاني، اعتقد مع التوظيف الصحيح للاعبين. خلينا نتكلم على التوظيف الصحيح وكمان نتكلم على الحاله الفنيه. شفت المباراه فنيا ازاي، خاصه يعني لليفربول واداء يوجن كلوب في هذه المباراه؟ لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف تقرير عن الجوله الرابعه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. اختتمت مساء أمس مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت نتائج لافتة في مواجهات حمل بعضها صبغة المباريات النهائية بين كبار أوروبا. البداية من المجموعة الأولى، حيث حجز نابولي مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على أياكس بأربعة أهداف لهدفين. وفي لقاء آخر أمطر ليفربول شباك مضيف رينجرز الإسكتلندي بسبعة أهداف لهدف في مباراة شهدت هاتريك تاريخي لنجمنا المصري محمد صلاح. وفي المجموعة الثانية نجح كلاب بروج البلجيكي في الصعود إلى ثمن النهائي بعد تعادله السلبي إيابا مع أتلتيكو مدريد ليتصدر المجموعة بعشر نقاط. وفي مباراة أخرى فاز بورتو على بايرن ليفركوزن بثلاثية بيضاء. أما في المجموعة الثالثة ففشل برشلونة في الفوز على ضيفها الإنتر لتنتهي المباراة بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما. ويقترب الفريق الإيطالي من التأهل إلى ثمن النهائي رفقة العملاق البافاري بايرن ميونخ الذي حسم تأهله إلى ثمن النهائي عقب فوزه على فيكتوريا بلزن التشيكي بأربعة أهداف لهدفين. توتنهام الإنجليزي عاد من بعيد وحقق فوزا صعبا على أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 في المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا فوز مارسيليا على سبورتينج لشبونة بثنائية نظيفة. وفي المجموعة الخامسة فاز تشيلسي على ميلان بهدفين دون مقابل، كما تعادل دينامو زغرب مع سالزبورغ بهدف لمثله. وإلى المجموعة السادسة، حيث حجز ريال مدريد حامل اللقب مقعده في الدور ثمن النهائي بتعادله بهدف لمثله مع شختار دونيتسك، وتغلب لايبزيغ الألماني على سلتيك الإسكتلندي بهدفين دون رد.
أما في المجموعة السابعة فنجح مانشستر سيتي بدوره في العبور إلى ثمن النهائي بالرغم من تعادله السلبي أمام كوبنهاجن، وتعادل بروسيا دورتموند مع إشبيلية بهدف لمثله. وأخيرا في المجموعة الثامنة تعادل باريس سان جيرمان مع ضيف بنفيكا بهدف لمثله ليواصلا التحليق معا في صدارة المجموعة، ولا عزاء ليوفنتوس. طبعا تقرير بيوضح قد ايه كانت المنافسه شديده جدا في الجوله الرابعه. محمد خلينا ناخد بالترتيب كده الجوله الاولى ومباراه ليفربول اللي فاز فيها 7 على رينجرز، كانت مباراه مهمه ليوجن كلوب طبعا ورفاقه، رغم ان هو بدا بتشكيل مختلف عن البريمير ليج، لكن شفت ده ازاي وشفت فنيا تالق محمد صلاح في اخر 20 دقيقه من المباراه واحرازه وهاتريك، شفت ازاي ليفربول في المباراه دي؟ طبعا يعني اصبح دلوقتي زي ما احنا بنقول يورجن كلوب عرف ان هو يحط ايده على المشاكل الفنيه اللي كان دايما بيعاني منها في البريمير ليج، توظيف اللاعبين في الاماكن الصحيحه، توظيف محمد صلاح في الاماكن الصحيحه، ازاي ان انا طبعا شفنا هندرسون ازاي بدا ان هو فعلا يخش في الاجواء، ان هو يعمل التغطيات العكسيه، ان هو يبدا ان هو يحمي المساحات الفاضيه الكبيره جدا اللي كنا بنشوفها، والتركيز بقى والتمركز في الدفاع، لا اللينك حصل تاني ما بين الخط الدفاع والنص والخط الهجوم، محمد صلاح اصبح عنده الحريه بعد نزوله. عايزين نقول بقى فيرمينو والتالق الكبير يعني الذهب الذي لا يصدأ، فيرمينو ما زال موجود يعني مساهمات كبيره جدا، بنتكلم في 12 مساهمه هذا الموسم، يعني عندك 8 اهداف و4 اسيست، ارقام على فكره بتعتبر مفاجاه لناس كتير، يمكن بعد قدوم نانيز واختفاء شويه فيرمينو بيرجع تاني وبيسجل اهداف وبيعمل اسيست وارقام مميزه. صحيح. يعني للاعب الناس افتقرت في فتره من الفترات ان هو خلاص الموضوع بالنسبه له انتهى مع ليفربول. صحيح، يعني هو هداف الفريق في البريمير ليج بالمناسبه. صحيح. بالمناسبه 6 اهداف، بنتكلم في 12 مساهمه، لا ارقامه بتقول لا انا لسه موجود فيرمينو، وخاصه عوده فيرمينو والتهديف وان هو يظهر بشكل رائع جدا بيفتح الشهيه عند طبعا خط الهجوم كله، حتى دياز يعني رغم الاصابه او قبل الاصابه برضه مصنف يعني من افضل الهدافين يعني باربع مساهمات حتى الان، نونيز بدا تدريجيا يخش في الاجواء، اعتقد محتاج بعض الهدوء، محتاج طبعا ان هو يبقى فيه اللينك الصحيح ما بينهم، الترابط ما بينهم في خط الهجوم، طبعا دايما كنا بنشوف فيه جاب ما بينهم، يعني بعض الاوقات لما محمد صلاح كان بيلعب ككرييتور وده بيفقد طبعا شهيته او فرصه التهديفيه بشكل كبير جدا، ده اللي شفناه في الفتره الاخيره اثر على محمد صلاح في وضعه طبعا من ناحيه التهديفيه، حتى من ناحيه الاسيست لسه ما كانش فيه طبعا البيرنج زي ما بيقولوا ما بينهم، يعني لسه نونيز يعني عنصر جديد لسه ما دخلش في الاجواء بشكل كبير. نونيز في التصريحات الاخيره ليه قال لك انا اللغه هو العائق، يعني عندما كان بيحضر محاضرات مع يورجن كلوب ما كانش بيفهم معظم الشرح والافكار التكتيكيه بسبب عامل اللغه، فاعتقد ده كويس جدا ان احنا نبقى عارفين المشاكل فين يبدا يشتغلوا عليها. يورجن كلوب وظف محمد صلاح حتى في تصريحه امبارح بعد المباراه، كابتن هاني قال بكل وضوح وضعنا محمد صلاح في المكان الصحيح، خلاص محمد صلاح شفناه امبارح هو ده محمد صلاح، هو ده الانسايدر، هو ده اللي بيخش ويقطع ويسدد برجله الشمال وتروح، يعني خلاص هو ده رجع تاني للترس اللي كان دايما متحرك بشكل اوتوماتيكي. الترس اللي انت بتتكلم عليه وكان مهم جدا الفوز بنتيجه كبيره، هل ده كمان ينعكس على المباراه اللي جايه امام المان سيتي؟ يعني هو مهم جدا انك يكون عندك معنويات عاليه قبل هذه المباراه الكبيره، شايف ازاي تأثير هذه النتيجة ب7-1 في دوري الأبطال وانعكاسها على مباراة كل الناس بتقول مباراة القمة على مستوى الكرة العالمية والكرة الإنجليزية، المان سيتي أمام ليفربول؟ طبعا دفعة قوية، عودة الروح، عودة العناصر الرأسية، عودة محمد صلاح للتهديف، وجود فيرمينو ومساهماته الكبيرة، دخول نونيز في الأجواء، لا طبعا فوز كبير 7-1 رقم كبير جدا أو نتيجة كبيرة جدا هتدي دفعة قوية جدا أمام المان سيتي. دي بروين طلع بتصريح وقال احنا عارفين الأبس أند داونز بتاعت ليفربول، فريق بيعاني بعض المشاكل لهذا الموسم، ولكن سيظل ليفربول هو ليفربول، فريق نعمل له حسابات كبيرة جدا، هنخش المباراة بقوة، عارفين احنا بنلعب خصم عنيد جدا فضل يعني منافس كبير جدا معانا في الأعوام الماضية، لولا وجود ليفربول والقوة التنافسية هو من صنع يعني القوة في الدوري الإنجليزي. كابتن هاني ليفربول أعتقد بالفوز الكبير هيبقى دفعة
قويه جدا امام المان سيتي يوم الاحد القادم، هيكون ماتش اكثر من رائع وقوي جدا، واعتقد كلنا منتظرينه بصراحه. صحيح، عارف اخطائه فين، عارف هيلعب ازاي، عارف ازاي يقفل على مفاتيح، وكان الله في عون طبعا فان دايك وماتيب والمجموعه في وجود هالاند والدهي هالاند مع مع طبعا دي بروين، عندهم مشكله كبيره جدا، غياب دلوقتي طبعا ارنولد للاصابه، غياب دياز للاصابه، هيغيبوا لبعض الاسابيع، ده اكيد يعني هيبدا يورجن كلوب بيعيد حساباته كبدايل ارتكازيه ان هو اكيد الفرق. اكيد طبعا. كمان تعالى انا وانت كمان نشوف الفرقتين في هذه المجموعه والمباراه الثانيه ما بين نابولي وامستردام، ونابولي بيفوز يعني اولا بيفوز شكلا واداء طبعا بنتيجه 2-1، ومفاجاه قد تكون لبعض الناس ان نابولي كسب 4-2، ومفاجاه انه بيعمل هذه النتائج وهذا الاداء حتى على مستوى السيريا اه. صحيح، متصدر السيريا اه وكمان متصدر هذه المجموعه. شايف نابولي ازاي؟ واكيد كمان اياكس خيبه امل كبيره جدا في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، ودي المفاجاه، المفاجاه بالنسبه لنا في دور المجموعات هي اياكس. على فكره اياكس العام الماضي كان متصدر مجموعته بالعلامه الكامله، وكان هالر احد نجوم وهدافين اياكس امستردام، هو يعني واحد من الهدافين للبطوله. نابولي مع سباليتا كابتن زي ما حضرتك قلت متصدر الدوري الايطالي 23 نقطه، يعني عنده يعني 7 فوز يا كابتن هاني واثنين تعادل ولا خساره حتى الان، حتى في على مستوى او لصعيد الشامبيونز ليج لا خساره، العلامه الكامله، ضمن الصعود نابولي مع سباليتي والفلسفه والقوه، التنظيم الدفاعي على اعلى مستوى طبعا مع الارتدادات والكره الايطاليه اللي دايما بنشوفها، ولكن ازاي العب بدفاع كمنظومه دايما منسقه منتظمه، ده يعرف يلعب في الملعب، بيلعب على المرتده بشكل كويس جدا. انا شفت نابولي بشكل اكثر من رائع من ناحيه ايضا التهديفيه لو قبل يعني اثناء القرعه وقلنا لك هذه المجموعه قدامك كنت تتوقع ايه؟ رتب لنا كده قبل الفعاليات وقبل الجوله الرابعه كنت تتوقع الترتيب ازاي يا محمد؟ أنا كنت أتوقع أياكس في المرتبة الأولى، أياكس وليفربول في المركز الثاني، خاصة شفت ليفربول في البداية ما كانش يعني بعد الذبذبة اللي احنا شفناها، فكنت شايف نابولي هتيجي في المركز الثالث. ليه؟ لأن نابولي من ناحية الشامبيونز ليج يعني كان هناك لسه يعني شخصية البطل في البطولة الأوروبية تقيلة شوية، على عكس طبعا ميلان، على عكس انتر، يعني دايما متواجدين بشكل كبير جدا في الشامبيونز ليج وليهم طبعا مردود قوي جدا، ودايما يا كابتن هاني بيقدموا نتائج كبيره وبيصعدوا لادوار متقدمه، وشفناهم دايما ميلان مشهور دايما موجود في النهايات بشكل كبير جدا، حتى يوفنتوس يعني. اما نابولي مفاجات في المجموعه الاولى كانت مفاجات على المستوى الايجابي والسلبي، على المستوى الايجابي ظهور نابولي بشكل اكثر من رائع تصدر المجموعه، على المستوى السلبي اياكس طبعا تقريبا خرج من هذه المجموعه وكان متصدر المجموعه في الموسم الماضي. كمان عندنا مفاجات لسه كثيره، بعد الفاصل نشوف كمان مفاجاه بطل بلجيكا طبعا كلوب روج عمل ايه في هذه المجموعه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه طبعا حديثنا مستمر عن دوري ابطال اوروبا والجوله الرابعه منها، لكن لسه مستمرين كمان مع حضراتكم في المحترف في النماذج المصريه ذو الجنسيه المزدوجه اللي بيلعبوا في اوروبا. يعني احنا بقى لنا تقريبا اكتر من شهر ونص بنقدم نماذج ولاعيبه مصريين بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه سواء على قطاع الشباب او حتى على قطاع الفريق الاول، ودايما بنقول ان شاء الله نتابع الولاد دول ويكونوا ان شاء الله في المستقبل مصدر سعيد زي كلنا فرحانين بمحمد صلاح واللي بيأديه محمد صلاح في مشواره الاحترافي الرائع. كمان نفسنا ان هؤلاء اللاعبين الموجودين في اوروبا كمان يكون ليهم ادوار مع المنتخب المصري من خلال التواصل معاهم، ونكسب عناصر جديده عندها البيزك وعندها الادوكيشن وعندها الخبره وعندها الموهبه انها ممكن جدا تكون عنصر مهم. ودايما بدي عمر مرموش مثل لذلك، عمر مرموش ما كانش حد يعرفه ليلى كروش يعني قال لك نجيب الولد دوت ونشوفه، فاحنا هنا في المحترف بنقدم اكتر لغايه دلوقتي اكتر من 15 لعيب مصري بيلعب في الدوريات الاوروبيه. النهارده معانا نموذج مصري اخر بيلعب في الكره ودوله المانيا، نشوف هذا التقرير عن هذا اللاعب ونرجع مع حضرتك.
لاعب مصري جديد في الكرة الألمانية، ولد صغير لسه عنده 18-19 سنة، بيلعب في مركز وسط الملعب، بيلعب في فيسبادن الألماني، يعني أكاديمية ماينز، أكاديمية مميزة جدا على فكرة. ماينز دوت يمكن كان النادي اللي انطلق منه يوجن كلوب، وكان لعب ليه محمد زيدان في ألمانيا، من الأندية الكويسة اللي بتطلع وعندها اهتمام كبير جدا بقطاع الناشئين وبتطلع لعيبة على مستوى عالي. مهم كمان ده محمد ان احنا دايما بنعرض، ودايما هنا في المحترف عندنا حمله واسعه جدا ان شاء الله باذن الله تكون حاجه ايجابيه بنقدمها للكره المصريه عشان نشوف نماذج محترفه وتخدم كمان منتخبنا القومي. طيب نرجع لدوري الابطال المجموعه الثانيه، ومفاجاه كبيره، مفاجاه المجموعه زي ما قلت، يمكن مفاجاه المجموعه الاولى كانت نابولي، نتكلم على كلوب بروج مفاجاه هذه المجموعه، وطبعا كان مباراة قوية جدا مع أتلتيكو مدريد، والتعادل 0-0 وضمان كلوب بروج الوصول لدور 16. صحيح، يعني هو تعادل 0-0، ولكن في المباراة الأولى فاز على أتلتيكو ب 2-0، بادئ بداية قوية جدا، حتى فاز على بورتو 4-0، وفاز على ليفركوزن 1-0، عامل نتائج قوية جدا يا كابتن هاني. دايما زي ما كنا بنقول هناك فرق يعني قد تكون يعني في الليفل الثاني بعد الفرق الكبيره، دايما ليها باع في تشامبيونز ليج، دايما بتتواصل وتقدم نتائج كويسه وبتتقدم دايما لدور ال 16 ودور الثمانيه، وبنشوفهم بشكل كبير. لكن كلوب بروج هذا العام، يعني بورتو على سبيل المثال دايما متواجد، اتلتيكو مدريد دايما متواجد، المفاجاه فعلا كلوب بروج هذا العام، هذه النتائج القويه جدا. المجموعه تبدو متوازنه، يعني ليست بالقوية النارية كالمجموعات الأخرى، ولكن فرص طبعا. اسم أتلتيكو مدريد، خلينا نتكلم بكل أمانة، أتلتيكو مدريد حتى على مستوى الليجا الأسبانية بعيد تماما عن المنافسة، أداء سيء جدا ونتائج سيئة جدا على في دوري الأبطال، ويمكن بعض التقارير، وإحنا يمكن من خلال متابعتنا لأتلتيكو مدريد تفتكر حان الوقت لرحيل سيموني عن الفريق، و هل اللعيبه خلاص عندها نوع من انواع التشبع؟ خلاص سيموني طلع كل اللي عنده بشكل كبير، يعني لازم التغيير الفني يتم بشكل واضح في الاداره الفنيه لاتلتيكو مدريد. لازم، يعني هو عمل عقده نفسيه عند اللعيبه، خلاص شربت وحفظت الفلسفه سيموني، هنفضل كده لاعوام. هو الراجل اعترف انا مش هغير افكاري، يعني هكمل بفلسفتي، ولكن خلاص مع التطور السريع لكره القدم والسرعه والكره الشموليه من ناحيه التهديفيه، الناحيه الهجوميه ومن ناحيه الدفاعيه، كره القدم ليست فقط كره دفاعيه يا كابتن هاني. يعني دلوقتي خلاص شفنا الفرق الكبيره عشان توصل لمراحل متقدمه وتحرز القاب وتنافس في الشامبيونز ليج، محتاج ان انت تلعب الكره الشموليه، ده مصطلح لازم ان هو سيموني يعني يتواكب معاه ويتواكب مع الكره الحديثه. اعتقد هو حتى زي ما حضرتك قلت على مستوى الليجا الاسبانيه بيعاني، اعتقد في المركز الرابع. عايز اقول لحضرتك على مفاجاه كلوب بروج حتى على مستوى الدوري المحلي، هو ايضا في المرتبه اعتقد الرابعه والخامسه، في فرق 8 نقاط عن المتصدر، ولكن هذا العام في الشامبيونز ليج زي ما قلنا ظاهره غريبه، يعني فرق في بعض الفرق كده على مستوى الدوري المحلي بعيده خالص، بعيده، وعلى مستوى دوري الابطال بتبقى بتنافس وبيتصدر. طيب جبت سيره بورتو، يعني بورتو كمان من الانديه الكبيره، كان بيلعب ليفركوزن، وطبعا الفوز ب 3-0 رغم بدايه بورتو ما كانتش موفقه، ولكن استعاد مره ثانيه قواه ومنافسته على وجوده في دور 16 في دوري الابطال. صحيح، انا اعتقد يعني بشكل كبير هو يعني قد يكون هو المركز الثاني في الجولتين المتبقيتين، وهيصعد اكيد مع كلوب بروج، لان بورتو يعني فريق متماسك، يعني فريق دايما ليه باع في الشامبيونز ليج، بيعرف ان هو ازاي يخطف وان هو يواصل ويتقدم في المراحل المتقدمه. بورتو ظهر بشكل ايضا رائع رغم بعض التعثرات في بدايه المجموعه كابتن هاني، واعتقد ان بورتو هتكون في. طب نشوف برضو ترتيب المجموعه الثانيه عشان كمان نشوف، يعني هل اتلتيكو مدريد ليه امل؟ هل بورتو خلاص ضمن المركز الثاني؟ طبعا مهم جدا طبعا كلوب بروج طبعا مفاجاه المجموعه وتصدر المجموعه والوصول لدور ال 16 خلاص. بورتو في المركز الثاني بست نقاط، اتلتيكو مدريد 4 نقاط، ليفركوزن 3 نقاط. نفس السؤال هسأله لك يا محمد، لو قبل المباريات كنت تتوقع ترتيب كده وتوقعك كان ايه؟ يعني مين كان هيتصدر المجموعه؟ انا كنت اتوقع بورتو واتلتيكو مدريد يعني اول وتاني. اول وتاني، يعني دايما هما الاثنين ليهم خبرات كبيره في الشامبيونز ليج زي ما قلنا، فكانت مفاجاه بالنسبه لي طبعا كلوب بروج هذا العام.
طيب نروح للمجموعة الثالثة. الحقيقة مجموعة قوية جدا، مجموعة الموت زي ما بيقولوا عليها، وكان في مباراة أعتقد كان من أفضل مباريات هذه الجولة، مباراة مثيرة جدا خاصة في آخر 10 دقائق من المباراة، كانت ما بين برشلونة والإنتر، تعادل 3-3 في ماراثون بالنسبة للأهداف، مباراة مثيرة جدا، أفضل مباريات الجولة الحقيقة. وشفتها إزاي بالنسبة للإنتر؟ كان مهم جدا جدا هذه المباراة لوصول لدور 16 بشكل أو بآخر، ولكن كمان كانت مهمة جدا لبرشلونة، وكان الفوز يعتبر هو الحل الوحيد لبرشلونة للوصول لدور 16. علامات استفهام كبيرة جدا على تشافي وعلى الخطة، ودايما احنا عارف هو نقاط الضعف فين. بالنسبة لي الانتر وفلسفة انزاجا كابتن هاني وفرض قوته في الملعب، فريق بيلعب ازاي، بيلعب دفاع منظم جدا، بيلعب على التحولات العكسية والمرتدات بشكل قوي جدا. لا تشافي على الرغم المباراة الأولى بينت الفلسفة بتاعت انزاجي، يعني المفروض ان احنا عندنا اخطاء كبرشلونة مع تشافي كبيرة جدا من الناحية الفنية، ما قدرتش ان انت تتفاداها في المباراة الثانية. يعني بنتكلم ان انت تلعب حتى مباراة امام البايرن، يمكن كان الناس قالت برشلونة لعب من افضل المباريات، ولكن الشوط الاولاني كان اهدر فرص كثيرة جدا امام المرمى. عايز اخد من ديت واطبقه على مباراة امبارح، تألق ليفا واحرازه هدفين في وقت ضيق جدا، اعتقد في خلال 4-5 دقائق يعني بيحرز هدفين. وجود ليفا لغايه دلوقتي على مستوى الليجا ماشي بشكل كويس، على مستوى الشامبيونز ليج لسه. ده نقطه بالنسبه لخط الهجوم وانسجام في خط الهجوم. النقطه المهمه جدا اللي اشارت ليها عديد من يعني الصحف الرياضيه ونقاد الرياضيين على بيكي لعب المباراه بغياب كوندي المهاجم الفرنسي للاصابه، وواضح جدا ان خلاص بيكي بقى في مستوى لا يؤهله للعب للمباريات السريعه، المباريات الكبيره. شايف رايك ايه من ليفاندوفسكي وعمليه الانسجام في دوري الابطال، وطبعا بيكي ويمكن رحيله قريب جدا عن صفوف برشلونه؟ هو خليني اقول ان نقطه الضعف الاساسيه هنا كانت مع بوسكيتس في نص الملعب. ليه؟ انت كتشافي شفت المباراه الاولى انزاجي بيلعب ازاي، بيلعب لو كومباكت، دفاع متاخر، كان بيلعب بخمسه ودايما بيلعب على التفوق العددي عليك كمهاجمين، وشفنا الجاب الكبير محمد. صحيح، يعني هو بيلعب تقريبا يعني في وقت من الاوقات بيلعب 4-5-4-1، وفاخد اول ياخد الكوره عنده سرعات كبيره جدا جدا، مارتينيز عندهم سرعات كبيره جدا. الجانب الاخر فيه بطء شديد في خط دفاع برشلونه. هنا بقى دوت المساحات الكبيره جدا اللي شفناها في خط ظهر بوسكيتس في نص الملعب. انت واحد زي دوت برضو عامل السن عامل مهم جدا. بدري مع جافي خلاص انا تهت، يعني هو بيلعب يقول لي بدري خش في العمق، طبعا جافي بيبدا ان هو يكون محور ارتكاز. بوسكيتس امبارح يا كابتن هاني بعيد جدا مع التحولات السريعه لانزاج والفريق الانتر امبارح، كان المفروض ديونج يبدا بيه، انت لاعب شاب، لاعب هو ده اللي بنتكلم عليه بقى في الكره الشموليه. والطفره حصلت على مستوى الهجوم لما نزل ديونج يمكن. صحيح. نزل في نص الشوط الثاني وحصل الربط اللي انت بتتكلم عليه، وبدا ظهور واحرزوا هدفين، ولكن على الجانب الاخر يعني هجمه مرتده هدف، يعني تيجي هدف سريع جدا في البارسا. فعلا انتر اضاع فرص كبيره للامانه امبارح، احنا كان الهدفين للبرشلونه او الثلاث اهداف في الاغلب او نقدر نقول من عرضيتين، وانت ما قدرتش كتشافي تلعب على الحته ديت. دايما يعني تبادل المراكز ما بين رافينيا وما بين ديمبلي، وده دايما كنا نقول عليه المشكله الكبيره، انت بتلعب بيه جناح يمين، رافينيا ده استفاد منه كجناح يمين، لاعب زي ما قلنا عنده الميزه ككرييتور او انسايدر، بيعرف ان هو يخترق ويشوط ويباص على مستوى الاسيست ومستوى التهديف. لما بتلعب بيه ناحيه الشمال امبارح بدا بيه ناحيه اليمين، لان الماتش الماضي امام الانتر ما شفناش ولا فرصه من ناحيه الشمال. انزاجي كان ذكي جدا وفرض التفوق العددي، ان هو كان بيلعب دايما 5-4-1، امبارح لعب بسته ورا، يعني حاول ان هو يقفل علشان يعمل تفوق عددي تبقى 6-5، وعرف ان هو يقفل على مفاتيح برشلونه، قوه برشلونه في العرضيات واستغلها طبعا ليفا بيقول لا ادوني عرضيات انا موجود جوه البوكس هخلص. احرز هدفين طبعا، هدفين امبارح. يعني انا كنت مستغرب جدا ليه فاتي طب انت في حلول كتير، حتى الونسو امبارح على مستوى التقدم ناحيه الشمال وان هو يعمل العرضيات، اعتقد كان في بطء او كان في تحجيم بيحجمه في الملعب.
تشافي ما زال يعاني. عايزين نقول هل هو مشروع محتاجين جمهور البارسا يصبر اكتر؟ بس خلي بالك الخروج سنتين ورا بعض من دور المجموعات في دوري الابطال صعب جدا على برشلونه. هل فقد الامل تماما برشلونه في الوصول لدور ال 16؟ من وجهه نظري ايوه، يعني احنا الامل ضعيف جدا 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 في حاله اي فوز طبعا للانتر او تعادل، هيصعد بشكل كبير جدا مع البايرن. اعتقد فرص برشلونه هذا العام للمره الثانيه على التوالي يعني يكون في الدوري الاوروبي احباط كبير جدا لجمهور البارسا، رغم وجود عناصر قويه جدا. بنتكلم في يعني افضل هداف وقد يكون افضل لاعب في العالم في اخر 3 أو 4 أيام، ليفا انت جايب من افضل هدافين في العالم. بس بصراحه امبارح عمل اللي عليه وزياده، الراجل يعني في بعض الفرص ضيعها، لكن بس يعني ما يكونش موجود في الشامبيونز ليج. لا ده صعب جدا يعني بالنسبه ل بصراحه يعني اكيد يعني كارثه. اعتقد ليفا الموضوع شاغل باله بشكل كبير جدا، بيقول انا يعني على شفا حفره، انا محتاج حتى على مستوى فريق كبير زي برشلونه. احنا كمان يعني هنخسر فريق بحجم برشلونه في الادوار الاقصائيه، لان دايما برشلونه مهما كان يعني الدروبات اللي بتحصل او الابتعاد عن البطولات، لكن يبقى برشلونه فريق كبير يعني. طيب صحيح. نروح للمباراه الثانيه في هذه المجموعه، البايرن فوز على فيكتوريا بيلزن. طبعا كالعاده بايرن كمان على مستوى وجه الشامبيونز ليج مختلف شويه عن البوندس ليجا، وتصدر المجموعه بشكل كبير، رقم قياسي ايضا للبايرن 31-32 مباراه في دور مجموعات بلا هزيمه يعني فريق. ولكن عايزين نقف شويه، امبارح 4-0 الاول، والعوده طبعا لفيكتوريا بهدفين، يعني كان غريب شويه. ودايما عندهم الحته في المرتدات الجاب اللي بنشوفه في خط الدفاع عند البايرن، استقبل هدفين في اخر المباراه. كابتن هاني شويه خلت طعم المباراه يعني ليست بهي الطعم الافضل للفريق البافاري او الجمهور البافاري. 4-2 بايرن ميونخ دايما يعني معتادين عليه ان هو دايما بيتصدر المجموعه بتاعته في دور المجموعات بالعلامه الكامله، زي ما قلنا 31-32 مباراه بلا هزيمه في دور المجموعات. سبق ريال مدريد بيضرب ارقام قياسيه ايضا. بايرن ميونخ سيظل طبعا واحد من المرشحين بقوه للفوز بهذا اللقب. طيب تعالى نشوف ترتيب المجموعه ديت. طبعا متصدرها البايرن بشكل كبير، وطبعا يعني تأهل بشكل رسمي لدور ال 16. بايرن العلامه الكامله 12 نقطه، الانتر ب7 نقاط، برشلونه 4 نقاط، فيكتوريا بيلزن بدون نقاط. زي انت بتقول المباراه القادمه يعني برشلونه هيلاعب بايرن ميونخ وهيلاعب فيكتوريا بيلزن، الامور هتبقى صعبه لان كمان الانتر عنده فيكتوريا بيلزن مباراه مضمونه، ويكفي اعتقد يكفي الانتر يمكن نقطه واحده او فوز وحيد عشان يضمن المركز الثاني. انا عايز اقول ان البايرن لا يتهاون، يعني هو ضمن الصعود العلامه الكامله، هيلعب امام برشلونه خلاص. لا طبعا بالنسبه لي زيه زي فيكتوريا بيلزن، هيقوم بالادوار الكامله، وده هو الصعوبه والخطوره على فريق البارسا طبعا وجمهور البارسا. للاسف بايرن ميونخ لا يتهاون، هيلعب بمباراه قويه جدا، وهنا طبعا زي ما حضرتك قلت بيقلل فرص البارسا طبعا في الصعود. انتر اعتقد بكل ارتياحيه هيلعب مباراه قويه جدا امام فيكتوريا بيلزن، واعتقد هيحقق فوز كبير جدا، لان فلسفه انزاجي زي ما قلنا التنظيم الدفاعي اللو بلوك القوي جدا مع المرتدات السريعه جدا، ما اعتقدش ان اي فريق دلوقتي يقدر يقاومها. بيلعب بطريقه حديثه غريبه كابتن هاني، يعني الواحد بيقعد مستمتع خلاص. الكره الايطاليه العقم زي ما بيقولوا كده او التعقيد الكومبلكس بتاعت الدفاع دوت ما بقيناش نشوفه السنه دي بشكل يعني بيلعبوا بشكل مختلف، سواء نابولي او سواء الانتر. يعني ازاي يكون منظم دفاعيا ويعمل المرتده السريعه؟ عندنا توتنهام يعني بيلعب نفس الطريقه، كونتي الفكر الايطالي بيلعبوها بشكل مختلف. كنا دايما نشوف ان هي كره معقده دفاعيه ما فيش اهداف، الماتش طول الماتش دايما يعني عقم تهديفي. لا بيلعبوا السنه دي كره مختلفه تماما. صحيح. طيب من المجموعه الرابعه نروح لمباراه طبعا مارسيليا وسبورتنج لشبونه، وفوز مارسيليا 2-0. كان مباراه مهمه للاثنين، لكن طبعا فوز مارسيليا كمان بيحطها في موقف جيد جدا للصعود لدور ال 16. شفت المباراه دي ازاي؟ مباراه ايضا قويه، وضعوا هما الاثنين نفسهم في تنافس جديد، رجعوا لنقطه الصفر
نقطة البداية، الاثنين أعتقد اثنين ست نقاط في المركز الثاني، وخلاص قالوا إن احنا نفتح فرصة جديدة، نبدأ من جديد في دور المجموعة ديت أو دور المجموعات. وأعتقد إن لشبونه بخبرتها بتواجدها الدائم المستديم في الشامبيونز ليج اعتقد هيكون لها باع اكبر. مجموعه صعبه جدا، متشابكه جدا، بعد الجوله الثالثه كل الارقام متقاربه، وبرشلونه وطبعا السبورتنج لشبونه ومارسيليا كمان كانت مباراه مهمه جدا جدا، وحطوا هما الاثنين نفسهم في سباق الوصول لدور ال 16. طيب المباراه الاخرى توتنهام، توتنهام كمان بيقدم مباراة جيدة جدا زي ما انت بتقول على مستوى التكتيك اللي بنتكلم عليه، ثنائية سون وهاري كين. يمكن انت كنت من اول الناس اللي يمكن شرحنا الثنائية ديت على المستوى التكتيكي. شفت كمان فوز توتنهام على فرانكفورت 3-2 ازاي؟ يا فوز قوي جدا، واللي عجبني طبعا هدف سون ان هو اتاخد من افضل الاهداف في الجولة ديت او افضل هدف في الجولة. عودة سن كده يعني حاجة كده يعني دايما بتفرحنا برضو يا كابتن هاني، يعني سن دايما وجوده مهم جدا لتوتنهام، هدفين امبارح، فوز مهم لتوتنهام بعد طبعا الخسارة الأخيرة شفناها أمام الأرسنال في البريمير ليج، فأعتقد ده دفعة قوية جدا. توتنهام فريق طبعا شخصية كبيرة جدا، ولكن هو قريب شخصية، أنت تتكلم شخصية لأن أول جولتين كان في المركز الأخير في المجموعة دي، كانت مشكلة كبيرة جدا لكونتي، فالشخصية بتتكلم من انت اول جولتين بتبقى في المركز الاخير، وبعدين في نهايه الجوله الرابعه بتبقى في المركز الاول، دي شخصيه كمان، شخصيه وخبرات كبيره جدا بيقدمها كونتي. وطبعا توتنهام كمان على مستوى دوري الابطال عنده خبرات كبيره جدا يعني. صحيح، يعني الشخصيه وخبراته، هو اعاد نفسه تاني في الوضع الصحيح المناسب لتوتنهام. توتنهام فريق قوي جدا، واعتقد ايضا هينافس بشكل كبير جدا في دور ال 16، وهيظهر بشكل هيكون عنيد جدا للفرق الكبيره كابتن هاني. اكيد طبعا عوده سون هو المفتاح الفوز تاني والروح تاني لتوتنهام. طب عوده سون نشوف برضو ترتيب هذه المجموعه، المجموعه الرابعه، وطبعا كانت مجموعه متشابكه جدا في الجوله الثالثه، لكن توتنهام في المركز الاول 7 نقاط، مارسيليا في المركز الثاني 6، سبورتنج لشبونه في المركز الثالث 6 نقاط، فرانكفورت في المركز الرابع 4 نقاط. ما زالت هذه المجموعه متشابكه بشكل كبير جدا جدا. لسه عندنا حديث كمان عن باقي مجموعات دوري الابطال، لان زي ما بقول لحضراتكم يعني كانت جوله مهمه جدا جدا. هنروح لفاصل سريع ونرجع نشوف كمان باقي المجموعات من دوري الابطال. اهلا بحضراتكم مره تانية، وقفنا عند المجموعه الخامسه لدوري الابطال. زي ما بقول لحضراتكم الجوله الرابعه كان فيها مفاجات كثيره جدا جدا، وبنتابعها مع ناقدنا الرياضي محمد البز. محمد، مباراه المجموعه الخامسه، المباراه الاولى ما بين تشيلسي والميلان، مباراه كانت على مستوى الفني مباراه جيده جدا، ولكن على مستوى النتيجه خاصه للميلان مخيبه للامال، وخاصه المباراه كانت بتلعب في سانسيرو في ايطاليا، وكان كل المتفائل بالميلان، ولكن تشيلسي بيحقق نتيجه كبيره 2-0 على الميلان في السانسيرو. هو برضه شخصيه تشيلسي، يعني شخصيه البطل تشيلسي طبعا بطل من ابطال الشامبيونز ليج المتعارف عليه. الميلان هو ده المفاجاه لهذا العام للاسف، ميلان دايما كنا بنشوفه في الادوار المتقدمه بيوصل للنهايات، ومعتدين وجود ميلان بشكل كبير جدا، خاصه عوده الميلان العام الماضي وكان في منافسه شرسه وقويه جدا على مستوى الشامبيونز ليج. كانت ماتش مباراه قويه جدا، فوز 2-0 لتشيلسي. تشيلسي بدا ان هو يرجع تاني تدريجيا طبعا مع المدرب الجديد بعد طبعا رحيل توخيل، اعتقد تدريجيا المنظومه هتبدا ان هي تكتمل، وهنشوف نتائج. و عايز اخد رايك في اوباميانج. اوباميانج طبعا متميز جدا، بيسجل تقريبا في كل مباراه مع تشيلسي سواء مع في البريمير ليج او في دوري الابطال، كان ليه دور مهم جدا جدا امبارح امام الميلان، ودور تهديفي وكمان اسيست بشكل كويس. شايف اوباميانج هل ده حل المشكله لبوتر المدير الفني الجديد في عمليه التسجيل وعمليه الفوز الشكل العام للحاله الهجوميه لتشيلسي؟ صحيح، دفعه قويه جدا، الذهب الذي لا يصدى، يعني عوده اوباميانج كابتن هاني عوده لطبعا ترجمه الفرص الكثيره وترجمتها الاهداف مع رحيم ستيرلينج، لسه هو ايضا يعني ما دخلش بالشكل القوي اللي كنا متوقعينه مع تشيلسي طبعا، لكن اوباميانج مع بسرعه جدا دخل جوه المنظومه في كل مباراه، يا اما يهدف يا اما طبعا يصنع.
هو تقريبا 4 أهداف حتى الآن يا كابتن هاني، عامل مباريات هو قوية جدا. هو رحيم ستيرلينج حقيقة كمان، انتقال رحيم ستيرلينج من المان سيتي لتشيلسي كمان كان شيء إيجابي جدا جدا لتشيلسي على مستوى البريمير ليج، بيأدي مباريات رائعة في التسجيل وكمان الأسيست كمان على مستوى الشامبيونز ليج. شايف تشيلسي يعني قادم بقوة من خلال الأداء دوت على مستوى دوري الأبطال، هيكون مفاجأة وصوله مثلا للمربع الذهبي بشكل أو بآخر، أو لسه طبعا المباريات النوك أوت هتحكم بشكل كبير يعني؟ لا أنا لا أعتقد أنه ممكن يعني يواصل لدور الثمانية، يعني النوك أوت ده من المباريات هتكون قوية، لأن تشيلسي كمنظومة الموضوع مش بس منظومة تكتيكية، الموضوع أكبر من كده، نتكلم على تغيير في الإدارة، في على مستوى رئيس النادي وعلى مستوى الأونرز. لا هناك أيضا مشاكل كبيرة جدا، لسه مدرب جديد، لسه اللعيبة ما بدأوش إن هم يخشوا في التوليفة مع بعض. لا هناك بعض المشاكل حتى على مستوى البريمير ليج، شايفين تشيلسي بعيد يعني وعنده بعض المشاكل، على العكس من توتنهام اللي بيرجع تاني بقوة أسرع من تشيلسي طبعا. طيب على المباراة الثانية، دينامو زاجرب طبعا أمام سالسبورغ والتعادل 1-1. هنا المفاجأة سالسبورغ، بالنسبة لي مش مفاجأة قوي، أنا عايز يعني نتكلم على سالسبورغ النهاردة كلام كتير جدا. فريق كابتن هاني يعني بنتكلم على مستوى صعيد النمسا، في سر كبير جدا ورا الفريق دوت، يعني السر الكبير بوجود سبونسر كبير جدا زي ريد بول، ممول بشكل كبير جدا، مالك للفريق زي ما احنا عارفين، ومالك للابتش حتى في المانيا. الفريق ده بيمتلك مدير رياضي سبورت دايركتور، هو ده سر التقدم والنتائج والتوهج اللي احنا شايفينه، واللي طبعا لريد بول سالسبورغ في الاخر او 4 أو 5 اعوام. المدير الرياضي دوت كريستوف فرويند، لازم نتكلم عليه. فرويند تشيلسي بيتعاقد معاه، يعني تشيلسي عايز يجيب السبورت دايركتور دوت، تشيلسي محتاجه، وحصل فيه تفاوض مع سالسبورغ مع الاداره في الفتره الاخيره، ولكن رفضت بشكل كبير جدا عدم انتقاله انتقاله لتشيلسي وتمسكت بيه. عمل ايه المدير الرياضي ده في اخر 5 اعوام؟ يعني شفنا هالاند، شفنا حتى ساديو ماني، شفنا نابي كايتا، شفنا لعيبه كبيره جدا خرجت من سالسبورغ للدوريات الكبيره، للدوري الانجليزي وتوهجهم الكبير. العامل او السر الرئيسي هنا في هذا الرجل فرويند، لازم نبحث عنه ونشوف الدور بتاع السبورت دايركتور لما يتلعب بشكل صحيح في الاكتشافات، عينيه عليك سكاوتنج، بيعرف ان هو يساعد الاداره والفريق في استقطاب نجوم او استخراج او خروج نجوم كبيره جدا كاسماء كبيره على جدا على مستوى التسويق، على المستوى الفني اكيد بيستفيد بشكل كبير وباقل جداً. القيم الماليه صحيح. يعني بيستقطب لعيبه ب 2 مليون يورو، ارقام قليله جدا على مستوى القيمه السوقيه والتسويقيه كابتن هاني، وبتبدا ان هي تتباع بشكل اكبر بكتير، ويبقى في مكاسب كبيره جدا، شغل بيزنس مع ريد بول، سبونسر قوي جدا. واعتقد سالسبورغ هيقدم مردود قوي هذا العام في الشامبيونز ليج، وهنشوفه ممكن في الدور الثمانيه. تعالى نشوف ترتيب المجموعه الخامسه. طبعا سالسبورغ مفاجاه المجموعه، ولكن بهذا الاداء اعتقد ممكن يعني يعمل بعض المفاجات حتى لو وصوله لدور 16. تشيلسي في المركز الاول 7 نقاط، سالسبورغ 6 نقاط، دينامو زاجرب في المركز الثالث 4 نقاط، وميلان في المركز الاخير ب4 نقاط. طيب نروح سريعا للمجموعه السادسه، ومباراه كانت مباراه جميله. شختر كان فايز لغايه يعني دي 94 صحيح. كان فايز 1-0، ولكن كعاده ريال مدريد في اللحظات البلس 90 بيحرز هدف التعادل. شفت تعادل ريال مدريد مع شختر 1-1 ازاي؟ شخصيه البطل يعني، قد تكون شختر هو عقده، اصبح عقده كده ريال مدريد، يعني دايما بيقدم مباريات قويه جدا بالاخص امام ريال مدريد. عوده شخصيه البطل، شخصيه الفريق الملكي طبعا في البلس 90 يعني دي 94، ان هو يعود روديجر طبعا، وشفنا الاصابه الكبيره جدا وطمنا عليه، ولكن شخصيه البطل زي ما قلنا هي من ساهمت وساعدت طبعا بعوده ريال مدريد. ريال مدريد بيمتلك عناصر قويه جدا، اعتقد هيكون ايضا منافس كبير جدا لهذا العام، من المرشحين بقوه كابتن هاني نشوفهم طبعا في يعني في المراكز المتقدمه. اعتقد قد كمان شختار كمان لو كان كسب المباراه كان يمكن ضمن بشكل كبير تقدمه للمركز الثاني، لكن يمكن لاحظنا حزن شديد جدا، انت بتخسر مباراه في اخر دقائق، ولكن تبقى طبعا شخصيه انشيلوتي كمان طبعا يعني
راجل مخضرم وعنده ثقافة الفوز حتى في الدقايق الأخيرة. صحيح، ده اللي شفناه حتى في الأعوام الماضية أمام المان سيتي في النهائي. شفنا أنت بتلعب قدام ريال مدريد، لازم تكون يعني حريص جدا وحذر حتى صفارة الحكم. يعني ريال مدريد بيفكرنا حتى بالنادي الأهلي، عندنا شخصية البطل لحد بلس 90 ولحد آخر ثانية آخر نفس، تتوقع أنه ممكن يتعادل أو يقلب الموازين المباراة ويحقق فوز كبير جدا مع أنشيلوتي والكتيبة الرائعة دي. طيب المباراة الثانية في نفس المجموعة، سيلتيك مع لايبتيك، وخسارة سيلتيك بثنائية أمام الفريق الألماني لايبتسيج متوقع جدا يعني، فده نتيجة منطقية جدا. لايبتسيج حتى في على مستوى البوندسليجا فريق قوي، لايبتسيج دايما متواجد كل عام في الشامبيونز ليج، بيوصل حتى لدور الثمانية، وشفناهم دايما مع طبعا بروسيا دورتموند. الفرق الألمانية دايما بتنافس بشكل كبير جدا، خاصة في ثلاث أربع أسماء زي ما قلنا مع طبعا بايرن ميونخ، تلاقي دايما دورتموند، تلاقي دايما لايبتسيج، دايما عندهم الخبره زي ما كنا بنتكلم على بورتو، على الاشبونه، على الفرق اللي عندها الخبره في التعامل مع الشامبيونز ليج على العكس من الدوريات المحليه. طيب نشوف ترتيب المجموعات، ترتيب هذه المجموعه، المجموعه السادسه طبعا، وزي ما قلنا حضراتكم ضمن التاهل بشكل رسمي ريال مدريد عن هذه المجموعه. في المركز الاول ب 10 نقاط لايبزيج، في المركز الثاني 6 نقاط شختار طبعا، في المركز الثالث 5 نقاط، وسيلتيك بنقطة وحيدة في المؤخرة. في شختر عنده لسه أمال يعني الوصول لدور 16 على حساب لايبزيج، ولا أنت شايف زي أنت بتقول لايبزيج عنده من القدرة والخبرة أنه هو يحسم المركز الثاني؟ أنا شايف أن لايبزيج عنده من الخبرة أنه هو دايما يعني بيواصل، ودايما بنشوفه أدوار متقدمة في الشامبيونز ليج. لايبزيج هيكون ليه الأفضلية اعتقد على حساب شختر او سيلتيك طبعا. طيب كل تأكيد. المجموعه السابعه طبعا كوبنهاجن امام المان سيتي، والتعادل 0-0 نتيجه في حد ذاتها مفاجاه. صحيح. اعتقد كان المباراه الاولى كان في حفله اهداف خمس. صحيح. اهداف مقابل لا شيء، وكل الناس كانت منتظره هالاند في المباراه، منتظره ان المان يعمل سكور كبير جدا في هذه المباراه، ولكن التعادل 0-0 بالنسبه لك انت شايفه ازاي؟ أنا شفته يعني تعادل غريب، حسيت إن عدم تواجد هالاند زي ما قلنا بيفك الترابط ما بين زي ما قلنا يعني دي بروين مع فودن، حتى نزل فودن طبعا كتغيير. أنا بتكلم على اللاعبين يا كابتن هاني، حسيت إن هم بيدوروا على هالاند في الملعب، ما فيش هالاند، ما فيش أهداف. كان غياب هالاند طبعا بالنسبة لنا على الدكة في البداية كانت مفاجأة، وفي نفس الوقت بنقول أوكي إحنا فاهمين ممكن بيريحوا لمباراة ليفربول يوم الأحد القادم. حتى طبعا زي ما حضرتك قلت كده بيب جوارديولا قال لا، انا اي لاعب بيتوقع طبعا ان هو يقعد دكه، انا حتى ما بتكلمش ولا اناقش اللاعبين مين هيبدا مين هيقعد، في خلاص في الثواني الاخيره تقريبا بيعلن التشكيله، عارف هو بيعمل ايه. يعني تدوير اللاعبين ده مهم جدا، ولكن هنا في علامه استفهام لبيب جوارديولا، هل لو غاب هالاند، هل لا قدر الله حصل اي اصابه او اي ظرف ما، ازاي هتقدر ان انت يعني ما اعتقدش الامور هتوصل لكده، لان طبعا اكيد هالاند بيفرق كتير جدا من النواحي التكتيكيه ومن النواحي التهديفيه، ولكن يبقى المان سيتي بنجوم الكبار قادر على التهديف. طيب دورتموند وشبيليو، تعادل 1-1، الفرقتين في نفس المجموعه، المجموعه السادسه. دورتموند دايما الشخصيه، يعني زي ما قلنا دورتموند فريق قوي جدا، خاصة بعد التعادل القوي جدا في الكلاسيكو او الكلاسيكر الالماني امام البايرن ميونخ، وفي الدقائق والثواني الاخيره طبعا احرز التعادل، اداله دفعه كبيره جدا ان هو يواصل في الشامبيونز ليج بشكل رائع جدا. بروسيا دورتموند هو طبعا يعني المجموعه واضحه، يعني بروسيا دورتموند طبعا في دور 16 بشكل كبير جدا، يعني هو الاقوى، هو عنده ما يكفي من الخبرات اللي تمكنه يا كابتن هاني في ان هو يوصل لادوار متقدمه في الشامبيونز ليج. اشبيليا طبعا المباراه كمان الجوله اللي فاتت كان فيها خساره، ولابوتيجر طبعا تم اقالته. شايف اشبيليا رغم ان اشبيليا دايما بتبقى الحصان الاسود في دوري الابطال، بيبقى عندها دور كبير جدا جدا، هل التغيير او تغيير القياده الفنيه اثر على مستوى، هياخد وقت شويه تاني عشان يرجع؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد، واعتقد حتى بيشبه شويه تشيلسي، ما فارق طبعا بالكواليتي بتاع اللاعبين، يعني هو
تغيير القياده الفنيه في مع بدايه الموسم، يعني تغيير غريب ومفاجئ بيكون ليه مردود صعب جدا على اللاعبين وعلى النتائج، وده شيء متوقع جدا يا كابتن هاني. الفرق بس في كواليتي اللاعبين، في لعيبه بتقدر ان هي تخش تاني في الاجواء، بتتكيف مع الفكر التكتيكي لاي مدرب، ولكن هنا مع اشبيليه اللي كواليتي اللاعبين قد ياخذ بعض الوقت طبعا بكل تاكيد. طيب نشوف ترتيب هذه المجموعه. طبعا المجموعه حسمت بشكل كبير، لكن كمان ادوار دورتموند، يعني مانشستر سيتي طبعا حسم هذه المجموعه بشكل واضح، الفوز او عدد النقاط 10 بروسيا دورتموند، وفرصه كبيره جدا لطبعا المركز الثاني، او حسم يمكن بشكل كبير، اشبيليا في المركز الثالث بنقطتين، وكوبنهاجن في المركز الرابع بنقطتين. يعني خلينا نتكلم مفاجآت بالنسبة لك، المفاجآت في هذه الجولة كانت المفاجأة الكبيرة بالنسبة لك إيه؟ بالنسبة لي طبعا أياكس أمستردام، لو نتكلم على الجولة بشكل عام طبعا كانت مفاجأة بشكل كبير جدا، مع أنه والله عمل يعني للأمانة عمل مباراة قوية جدا يعني في المباراة الأخيرة أمام نابولي. بالنسبة لي طبعا أتلتيكو مدريد من المفاجآت أيضا، في مفاجآت كبيرة جدا يعني على مستوى طبعا إشبيلية زي ما قلنا، على مستوى ميلان، الفرقة دي دايما كنا بنشوفها في أدوار متقدمة يعني إن هي تخرج من دور المجموعات. مش عايز أقول إن برشلونة طبعا من المفاجآت طبعا، يعني بالنسبة لنا يعني هكون قاسي شوية على جمهور البارسا، ولكن أيضا مفاجأة يعني طبعا. أنا كمان من المفاجآت اللي يمكن كان بالنسبة لي كبيرة جدا فريق اليوفنتوس، اليوفنتوس في المجموعة اللي فيها باريس سان جيرمان وبنفيكا، اليوفنتوس منهار بشكل كبير جدا، يمكن خسر تقريبا فرص وصوله لدور ال 16، باريس سان جيرمان لغايه دلوقتي متصدر، المركز الثاني بنفيكا، لكن علامه استفهام اليوفنتوس كمان، أليجري عليه انتقادات كثيره جدا جدا، والامور حتى على مستوى السيريا على مستوى دوري الابطال في مشكله كبيره في اليوفنتوس. صحيح، مشكله واضحه بشكل كبير جدا، اعتقد قد يحتاج الى تغيير الاداره الفنيه. أليجري بيعاني يعني خلاص الكيمياء ما بقتش راكبه، يعني في مشاكل كبيره جدا، وده من ابرز المفاجات. يوفنتوس دايما بنشوفه في الادوار متقدمه، حتى زي ما قلنا مع ميلان في النهائيات، مع في وجودهم بشكل كبير في الشامبيونز ليج، مفاجاه كبيره جدا. ولكن الترتيب شويه نقدر نقول منطقي لحد ما، لان بنفيكا دايما من الفرق اللي ليها باع وخبرات ايضا في الشامبيونز ليج، بس على مستوى يعني بنتكلم اللي ضمن الوصول، بنتكلم على الريال، بتتكلم على بايرن ميونخ، بتتكلم على مان سيتي، بتتكلم على كلوب نابولي وكلوب بروج. فلو انت رتبت دوت وقلت لغايه دلوقتي البي اتش جي بكل النجوم الموجودين فيه لسه دلوقتي ما اهلش، وعدد النقاط نفس عدد نقاط بنفيكا، دي بالنسبه لي علامه استفهام. هل ما يثار حوالين مبابي، رحيله، بقائه، مشاكله مع نيمار بيأثر بشكل او باخر على اداء الفريق؟ خلاص على مستوى الليجا اعتقد الامور بتبقى محسومه، لكن على مستوى الشامبيونز ليج بيبقى لسه لغايه دلوقتي بي اس جي ما ظهرش بالمستوى اللائق بالنجوم الموجودين فيه على مستوى الدولي. حقيقه يعني ده حتى شفنا الكلام ده السنه اللي فاتت، كان في كلام كبير جدا حول امبابي ورحيل امبابي والمشاكل ما بينه وما بين المثلث الموجود سواء مع الاداره او مع اللاعبين حتى كابتن، ومع كل ذلك برضه بنشوف امبابي بيتوهج في الملعب. ما اعتقدش ان ده هيكون هو السبب الرئيسي، هو بنتكلم على منظومه كامله متكمله، مش واقفه بس على لاعب معين، مش على امبابي بس، لان امبابي لاعب بيصنع الفارق يعني في ظل الكلام الكثير والمشاكل الكثيره السنه اللي فاتت. لا، شفنا امبابي حتى امام ريال مدريد ودايما في الادوار المتقدمه، طبعا هو علامه استفهام كبيره جدا في ظل وجود نجوم، متوقع ان احنا انت جايب النجوم ديت علشان الشامبيونز ليج بالاخص، هي دي البطوله، هو ده الهدف الاسمى على مستوى طبعا الدوري الفرنسي، يعني بشكل كبير بيحسم اللقب. صحيح. يعني انت للاسف وجوده فرص ضعيفه جدا، فرص هو خلاص اعتقد هو يعني قريب جدا لحسم الامور للوصول لدور 16 للبي اس جي، وده شيء طبعا يتوقف على المباراه اللي جايه، ولكن هو اتحسم بشكل كبير مع بنفيكا. صحيح. دي كانت يمكن فقراتنا، ولسه عندنا فقره مهمه جدا برضو مع محمد الباز، بنتكلم على الارسنال. الارسنال ما سر تالق الارسنال في البريمير ليج، متصدر البريمير ليج، في حين كان الموسم الماضي كان يمكن ارتيتا كان قريب جدا من الاقاله على المستوى الفني، ولكن ارسنال بيقدم مستويات رائعه ومتصدر البريمير ليج لغايه دلوقتي،
ليه؟ هنعرف إجابة هذا السؤال بعد الفاصل مع محمد الباسل. أهلا بحضراتكم في آخر فقراتنا النهاردة في المحترف، كالعادة يوم الخميس فقرة التكتيك النواحي الفنية مع محمد الباز، والنهاردة يمكن هجاوب على سؤال الناس كلها بتتكلم على الأرسنال، الشكل الرائع اللي بيظهر بيه فريق الأرسنال مع بداية موسم البريمير ليج مقارنة بالسنة اللي فاتت، هو بداية سيئة، ويمكن كان أرتيتا كان مهدد بالرحيل عن هذا الفريق، لكن سرعان ما ظهر وجه آخر، الكرة الجميلة، التكتيك الرائع، صدارة البريمير ليج متفوقا على السيتي وعلى ليفربول وعلى توتنهام وعلى تشيلسي، كلها أسئلة يعني محمد الباز محضر لنا ليه ظهر أرسنال بهذا الأداء الرائع. محمد برحب بيك مرة تانية، وزي ما بنقول الأرسنال بالنسبة لي كان مفاجأة البريمير ليج لغاية دلوقتي بعد الأسبوع العاشر بيتصدر البريمير ليج، ولكن مستحق على المستوى الفني على المستوى التكتيكي، أرتيتا بيقدم كرة جميلة جدا جدا، بيقدم تشكيل يعني عنده البالانس ما بين النواحي الهجومية والدفاعية، محضر لنا النهاردة أرتيتا يعني بادئ بداية قوية جدا، فلسفة كبيرة جدا، عايز أقول إن هو الفترة الكبيرة الطويلة جدا اللي اشتغل مع بيب جوارديولا كمساعد ليه فادته على المستوى الشخصي على المستوى المهني على المستوى الفني، ساعدته إن هو إزاي يطبق نفس الفلسفة يبقى مقتنع بأفكاره. أهم ما يميز أرتيتا هذا العام أو من نهايات مباريات أو الجولات الأخيرة في الموسم الماضي والانطلاقة الكبيرة جدا بعد ما كان بيعاني في بداية الموسم الماضي زي ما حضرتك قلت، وكان في كلام أنه هو هيرحل، لكن تكتيكيا إزاي أن هو يقدر يعمل التوليفة اللي احنا شايفينها النهاردة، عناصر صغيرة في السن 21 سنة و 22 سنة ويعني لعيبة مهارية جدا تمتلك كواليتي أكثر من رائع، أهمهم هنا نص الملعب، إزاي أن هو يلعب بنص الملعب مع أجنحة خطيرة جدا بوجود ساكا بوجود مارتينيلي في جناح الشمال، استقطاب جيسوس طبعا من المان سيتي صفقة أكثر من رائعة، عرف هو القطعة الناقصة الميسنج بيس فين بالظبط بترجمة الأهداف، يعني جيسوس هو هداف الفريق حتى الآن، يعني بنشوف مساهمات كبيرة جدا لجيسوس على مستوى البريمير ليج وحتى في البطولات الأخرى. هنا طبعا بارتي خلينا اتكلمت على جزئية وسط الملعب، دايما الناس بتتكلم عايز تسيطر على المباراة، وسط الملعب هو الجزء اللي بيوصل او الحلقة الوصل ما بين الحلقة الدفاعية والهجومية، فانت بتتكلم على ثلاثي وسط الملعب في رأيي الشخصي مختلف المهام، يعني في واحد ديفندر بشكل اكثر من رائع، في واحد على مستوى الهجومي بيلعب ثمانية بشكل اكثر من رائع، شاكا بنتكلم على اوديجارد كمان موهبة رائعة جدا صغير في السن ولكن عنده القدرة الدفاعية والقدرة الهجومية بشكل مميز. التشكيله اللي انت يعني اللي انت بتتكلم الارسنال شغال بيها، اشرح لنا قوه القوه الهجوميه وقوه خط النص بالنسبه والربط مع الخط الامامي. هو ده المفتاح السري عند ارتيتا، هو نص الملعب وازاي الديناميكيه اللي بتحصل ما بينهم مع ساكا طبعا او مارتينيلي في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، اللي بيحصل دايما الديناميكيه ما بين تشاكا ما بين اوديجارد او طبعا بارتي، ازاي لما ساكا بيخش دايما في الاطراف بيفتح الاطراف، ازاي طبعا بارتي بيغطيه، ازاي تشاكا بيخش مكانه يا كابتن هاني، هم دايما بيعملوا كده البريسنج الهاي بريسنج اللي بيعملوه بشكل كبير جدا. مارتينيلي اللاعب العظيم زي ما قلنا ده دلوقتي خلاص هو ده الكواليتي بقى، هو ده الاستثمار في الموهبه، ان ازاي اتطور وطور نفسه وازاي ان هو دخل في توليفه ارتيتا والمنظومه بتاعت ارتيتا. لما تمتلك لاعب زي مارتينيلي سريع مهاري بيصنع الفوضى في دفاعات الخصم بالتغطيه العكسيه تحته، دايما تلاقي تشاكا دايما بيغطيه طبعا، دايما اوديجارد دايما بتلاقيه على خط ال 18، اوديجارد دايما هو اللي بيقرب من مارتينيلي او دايما بيلعبوا دايما الدبل باص، دايما بيساعد مارتينيلي في السكاننج. عنده قدره تهديفيه كمان اوديجارد، يمكن تسديد من خارج يوجن كلوب كان اتكلم على هذا اللاعب وقال كان نفسه يبقى موجود في ليفربول، يمكن هو كان عينه عليه شويه، ولكن بيتكلم على ادواره اللي بيقدمها مع ارسنال، ادوار رائعه جدا على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي، وكمان خلينا كمان على بيتكلم على توماس بارتي. توماس بارتي طبعا لعيب يعني لعيب سته تيبيكال سته، تغطيه
عكسيه، عندك بيقطع الكره بشكل مميز صحيح. وكمان في نفس الوقت بصير يعني ما بيغلطش كتير في نص الملعب يعني. صحيح، والتغطيه طبعا، استخلاص الكوره طبعا، البلوك اللي بيعمله دايما دايما اكتر ما يميز خط نص الملعب زي ما قلنا، التكافؤ ما بينهم ودايما فاهمين بعض يا كابتن هاني، دايما ما بينهم كده يعني بيرنج كده، توماس بارتي يتقدم او اوديجارد يتقدم، تلاقي بيغطيهم تحتهم تشاكا كمحور ارتكاز، الاثنين بيلعبوا بمحور ارتكاز كستة، تلاقي قلب 8 اوديجر طلع قدام بيقلب كصانع العاب بيلعب 10 فوقات، فعلا ادوار مركبه للثلاثه الثلاثي نص الملعب، هو ده سر الفوز مع وجود واحد زي جيسوس. طبعا جيسوس في لاعب مهاري زي ما قلنا، بيلعب انسايدر، بيلعب راس حربه صريح، بيلعب راس حربه كوهمي او زي ما قلنا هالب ناين، بيلعب وينجر، بيخش طبعا هو مارتينيلي في تبادل الادوار ما بينهم، ساكا دايما بتخش طبعا الجناح الانجليزي القوي جدا، شفنا العام الماضي هو كان هداف الارسنال ب 11 هدف، هذا العام بيساهم ايضا مع التبادل مع جيسوس في الادوار. لا كابتن هاني، هو ده السر زي ما قلنا، عنده طبعا حارس مرمى لسه هقول لك رامزدال، طبعا رامزدال ده كمان بيقدم موسم رائع، حارس مرمى من مستوى رفيع يعني. صحيح، يعني رامزدال دايما موجود في المباريات الثقيله، المباريات الكبيره بتكون مطمئن ان في حارس مرمى مش بس بنص الفريق ده، بالفريق كله. اهم هنا انا يعني فرحان جدا بالتشكيله والتوليفه اللي عاملها ارتيتا. تعالى انا وانت يعني محضر لنا كذا لقطه كده على المستوى التكتيكي والمستوى الفني، ازاي الكثافه العدديه بتتم في الارسنال. محضر لنا اول حاجه البريسنج، عمليه الضغط. صحيح، يعني اهم ما يميز الارسنال الطريقه التكتيكيه اللي بيلعب بيها هي عمليه الضغط، عمليه الضغط العالي. الضغط العالي دايما، ده كانت مباراه امام ليفربول اللي فازوا على ليفربول 3-2، عايزين نشوف دايما الادوار اللي كنا بنحكيها لما كنا عارضين التشكيله. ساكا على طول دايما بيضغط على المدافع، تلاقيه دايما بيقفل، لو بصينا كابتن هاني هنا تلاقي اوديجر وتلاقي مارتينيلي قريبين دايما من بعض. هي الفكره كمان ان لما بيكون الكره ناحيه الشمال اوديجر بيلعب ليفت وينجر، صحيح اوديجر بيخش بيكون في مسانده معاه ويبدا الضغط يمكن بثلاثي ساكا واوديجر ومارتينيلي. صحيح، هنا اي حد يعني في لاعب وايت ده الباك اليمين دايما بوايت بتلاقيه قريب من ساكا، يعني ساكا هنا يضغط، معروف ان اي فريق الخصم هتلاقي واحد بينزل في النص عشان يعمل التفوق العددي او يفتح المساحات. يعني هنا الصوره دي بتبين لنا كابتن هاني المثلث اللي ما بين دايما ساكا، ما بين اوديجر، ما بين مارتينيلي، تحتهم بيغطيهم دايما وايت، وبيخش طبعا تشاكا، بيخش دايما زي ما شفنا بارتي، توماس بارتي في نص الملعب، حتى كان محمد النني يعني قبل الاصابه بنفس الدور. هنا الضغط العالي ان هو يضغط وما يمكنش الخصم ان هو يعمل بناء للهجمه، فبيقتل البيلد اب عند المهاجم، عند الفريق الخصم او الدفاع اللي هو بيبدا البيلد اب من ورا، ودايما بيتم الاخطاء دي. اول واهم ما يميز هذه التوليفه من ناحيه التكتيكيه، الجزء اللي انت بتتكلم فيه الضغط العالي هو ليه مميزات كثيره جدا. الضغط العالي اولا بتكسر رتم الفرقه انها ما بتبنيش من تحت. الجزء الثاني لو قدرت تستحوذ على الكره بالضغط العالي انت قطعت مسافه كبيره جدا على انك تعمل هجمه على الفريق الاخر، لانك بتقطع الكره في نص الملعب او في نصف ملعب الخصم، وبالتالي بتبقى قريب كمان من يعني خلق هجمه واعده يعني بشكل او باخر يعني. صحيح، وده هذا هو ما يميز او ابرز ما يميز طبعا الطريقه التكتيكيه والفكر التكتيكي لارتيتا بالعناصر دي. هنشوف بقى بعض الامثله ازاي هم في المرتدات، في السرعه، في التحولات يا كابتن هاني، بيلعب بشكل كبير جدا. عايزين نتكلم النهارده على مارتينيلي وعلى ساك، زي ما قلنا الاثنين الاطراف او الاجنحه ازاي بيفتحوا الاطراف، بيفتحوا الملعب بشكل كبير جدا، وبيدعمهم اوديجارد ده عنصر لازم نركز معاه، مهم جدا، هو ده اللي بيساعد الفكر التكتيكي. زي ما قلنا اوديجارد دايما هتلاقيه هنا، الهجمه دي من فوق شويه، عايزين نشوف مارتينيلي كان بيجري فين، عايزين نشوف الكره يعني لو نبدا نحرك ونشوف اصلا اللعبه بدات من ساكا ازاي وهنا في داخل العمق. يعني احنا دي طبعا تكمله الهدف، خلينا نكمل ونشوف بدايه الهجمه من هنا. البدايه بتاعت الهجمه ده كابتن هاني بدات من
ساكا زي ما قلنا كانت مرتده سريعه جدا، زي ما قلنا هتلاقي اوديجارد، هتلاقي مارتينيلي، هتلاقي جيسوس، الثلاثه بيفتحوا بخط عرضي. ازاي ساكا بسرعته بيفتح الملعب وبيبدا ان هو يعمل سكاننج ويقرب منه مارتينيلي. دايما هتلاقي المثلث بيقرب من بعض، هتلاقي اما مارتينيلي دخل قرب لساكا هنا عشان يستلم منه، هتلاقي طبعا اوديجارد دايما بيستلم، مارتينيلي هو اللي بيفتح. وهو من الواضح جدا ان اوديجارد طبعا هو يعني البلاي ميكر في الجزئيه ديت، هو اللي بيشتغل من المساحات بيبدا يستلم، وانطلاقه طبعا مارتينيلي من الجزء الاخر. وكمان شايفين كمان تشاكا مكمل، يعني صحيح اوديجر او مارتينيلي بيكمل وكمان تحتيه بيكون موجود تشاكا، وفي لحظات بيبقى في كثافه عدديه بشكل كبير. صحيح، الكيمياء ما بين مارتينيلي وما بين اوديجارد هو ده اللي عملت الفارق الكبير جدا لتوليفه او منظومه ارتيتا. دايما لما مارتينيلي دخل في العمق بصال الكره بيضربوا اي خط دفاع بشكل سلس. صحيح جدا يا كابتن هاني، خلاص مارتينيلي لاعب بيصنع الفوضه بسرعته بالسكاننج اللي بيعمله. دي لقطه ثانيه من نفس المباراه، ده المرتده. شوف حتى على مستوى الدفاع العدد كبير جدا، منظم جدا، بيقف ورا بيعرف يعمل المرتده، بيقطع الكوره، بيعملوا المرتده بشكل سريع جدا، واعتمادا طبعا على الاطراف اللي بيطيروا زي ما قلنا ساكا ومارتينيلي. دي اللقطه الثانيه اللي هو الترانزيشن اللي حصل من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. سرعات مارتينيلي موجوده بشكل كبير جدا، فاول ما بتتقطع الكوره مارتينيلي بيفتح بيستلم الكوره مع تقدم جيسوس وساكا، وتحتيهم كمان بيكمل اوديجارد وشاكا. بالظبط، هي ديت دايما متكرره، دايما بنشوفها في كل الاهداف في كل المباريات. هتلاقي دايما كده في اي تحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، هتلاقي الاربعه بيلعبوها مع بعض بشكل كويس جدا، وتحتهم يا كابتن هاني زي ما قلنا لإما وايت. وده الموقف اللي اتكلمنا عليه، موقف خلاص 3-3، تاني موجود نفس العناصر مارتينيلي جيسوس وساكا وتحتيهم اوديجارد. دي كان اعتقد دي كان اتسجل منها هدف، اعتقد صحيح المرتده دي اتسجل منها هدف. فخلق الفرصه بالكاونتر اتاك، ازاي تبقى عندك كمان زياده عدديه باربعه على ثلاثه وقدام فريق كبير زي ليفربول. يعني صحيح التفوق العددي مع التحول هو ده الجديد، هو ده اللي بيلعبه ارتيتا مع العناصر ديت بشكل رائع جدا. مارتينيلي طبعا بالمهاره العاليه جدا استطاع ان هو طبعا بالفنت ان هو يعني يكسر الريتم هنا ويخلص من اثنين لاعبين. وطبعا هتلاقي دايما على طول هنا رافع، هنا في ثلاثه طبعا خلاص هنا بالمهار. انت ليه اكون يعني عثمان ديمبلي على عكس المثال في دريبلينج عالي جدا وبيتاخر شويه، على عكس مارتينيلي، مارتينيلي عنده القرار سريع جدا بيرقص علشان هو ده الهدف من الدريبلينج، ان انت تخلق التفوق العددي 3-1. هنا في ساكا، في اكتر من لاعب يرفعوا ايديهم وعمل العرضيه فعلا، وطبعا كان هدف. شوف مساحه كبيره جدا واقف بكل ارتياحيه ساكا واحرز الهدف للارسنال. الديناميكيه ديت، وجود لاعب مهاري زي مارتينيلي، لاعب يعني بيلعب كل الادوار المركبه كصانع العاب زي اوديجارد من على خط ال 18 سواء كان في التغطيه او حتى في التكمله. السرعات كمان يا محمد اللي بتتكلم، كل الناس اللي بتشتغل قدام عندها سرعات، ساكا عنده سرعات، حتى جيسوس عنده سرعات، مارتينيلي عنده سرعات، الناس اللي جايه من تحت، وده مهم جدا. نتكلم على اوديجارد لعيب كويس، وبالتالي خلق المساحات. ده موقف لو عدينا 2 4 6 7 لعيبه من ليفربول على 4 من الارسنال، ولكن خلق المساحات، ازاي تفضي المساحه لزميلك، ده طبعا بيحققها بشكل اكتر من رائع. هو ده السر اللي زي ما قلنا ارتيتا، السرعه في الارتداد، المهاره الكبيره. هو دي نفس الشكل، يعني ده هدف اخر، بتبدا يعني الهجمه. شوف يعني التمركزات للاعبين بارتي. خلينا نتكلم بارتي، وبيلعب دور مهم جدا، دور محوري في وسط الملعب بجنب وايت طبعا. وانت بتتكلم ليفربول واقف بشكل كويس، يعني واقف في مساحات قريبه لكن خلف الخطوط. يعني دايما بنقول ان اللاعب بيستلم خلف الخطوط، بارتي بيستلم ما بين الخط الوسط وخط الهجوم، وبالتالي بيخلق مساحه لنفسه. صحيح، يعني لو رجعنا للصوره ديت يعني نبدا نشوف ازاي بقى نوقف اللاعبين في الهاف سبيس زي ما حضرتك قلت. هنا هنقف، هنلاقي هنا بارتي هنا واقف في الهاف سبيس لوحده منفرد تماما. لو بصينا هنا هتلاقي دايما جيسوس واقف لوحده، هتلاقي مارتينيلي واقف لوحده، اوديجارد واقف لوحده. ما هي دي الفكره بتاعت ازاي تفضي مساحه وازاي تلعب ما بين الخطوط، عشان برضه الناس تفهم اللعبه ما بين الخطوط، ان اللعيب ما بيسلمش نفسه للمدافع وفي نفس الوقت بيصعب الامور عليه. وجود ما بين الخطوط ده شيء بيعملوه بشكل اكتر من رائع. صحيح، هنا اللعبه اتلعبت بشكل سريع جدا. طبعا ساكا في ناحيه ده اتعودنا خلاص نشوف نفس طبيعي. المشهد ساكا بيفتح في الاطراف ويبدا ان هو يخش لجوه، في ان هو يبدا بقى كابتن هاني
هنشوف دايما خلاص يعني بقت كوبي بيست، هتشوف اوديجارد ازاي بيتحرك، ازاي وايت تحت بيغطيهم من ناحيه اليمين، هتلاقي تشوف دايما وايت بيقرب لاما في التغطيه العكسيه في حاله طبعا الارتداد او عدم حيازه الكره، في حاله حيازه الكره هتلاقي دايما وايت بيقرب، ولكن وايت مش هو الهدف هنا، مش هو الهدف ان هو النوع اللي هيستلم، يعني عايزين نشوف. ممكن كمان خلي بالك هو ممكن يساعد، يعني هو ده الثنائيه اللي بنتكلم عليها، بنتكلم طرف هو وايت استلم هنا وعمل الباس لبارتي، ده الهدف طبعا، هدف عالمي جدا وقرار اكثر من رائع. بنقول ان وايت دايما يا كابتن هاني بيقرب ليه اكثر من هدف من 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 فكر، ليه ما هو يستلمه فعلا ويبقى يعني ترحيله او مرحله ان هو يبدا ان هو يباصي، سواء كان بارتي جاي من الخلف او حتى كان اوديجر دايما بيلاقيه في الحته ديت وهو بيلعب الدبل باس مع مارتينيلي، او يفتح صحيح. ناحيه شمال والتحول من ناحيه اليمين للشمال بسرعه جدا، ليه اما ساكا يخش في العمق. المشهد اللي احنا شايفينه ادى المساحه لبارتي ان هو ياخد القرار. نقطة تانية كمان في دور بارتي طبعا كمان في عملية بناء الهجمة، زي ما انت يعني كمان بتكلم على ما بين الخطوط تاني. صحيح. يعني تشاكا هنا دخل ما بين الخطوط، جيسوس في موقعه الطبيعي، اوديجارد كمان بيزيد، وانت بتتكلم على الثلاثي بارتي رقم 5 اللي معاه الكورة، والاثنين اللي جنبه مش اثنين سنيده، لا ده اثنين بيلعبوا 8. صحيح. يعني اوديجر خلاص دخل كانه راس حربه تاني، تشاكا مكمل في الجزء الهجومي يعني. بالظبط، دايما المشهد ده شفناه يا كابتن هاني، ازاي ان انا اقف في الهاف سبيسز، ان انا استلم، ازاي اعمل التمويه وبالفنت من بدون كوره، السكاننج دايما شفنا كمل الكوره خلاص استلمها ساكا، هو اللعبه بقت محفوظه. بس ازاي نترجمها في وسط او في الملعب بالثلاثي الامامي ده، سواء كان تشاكا او جيسوس طبعا او اوديجارد، خلاص ده بقينا حافظين المشهد دوت. اقصى الشمال هتلاقي مارتينيلي مختفي، لاعب كده بيبقى يعني موجود ان هو يخلق الفوضى، وهتجيله الكوره بشكل رائع جدا. هنشوف تساكا دايما بيخش بقى في العمق، يمتلك المهاره دريبلينج ان هو يقدر ان هو يرقص ويخش في العمق ويعمل العرضيه، ده شفنا ده طبعا كانت هدف. يعني خلينا عينينا على جيسوس هنا، الثلاثة ده هنا في تفوق عددي من الناحيه الدفاعيه لليفربول، يعني 4-3 وبرده الثلاثه واقفين، هو ده المشكله اللي احنا عرضناها قبل كده لليفربول. يعني ممكن تكون عندك زياده عدديه بس انت مش شايف الخصم بشكل او باخر، هنا بيعتمد على ساكا ومهاراته الفرديه في التخلص من الخصم، وبيعمل كره عرضيه بترتدي من الجون من حارس المرمى طبعا وكملها على جيسوس. عندك ايه تاني؟ هدف مارتينيلي. احنا بقى عايزين نتكلم النهارده بشكل منفصل على مارتينيلي. كلمني على مارتينيلي، لان وانا بكلمك قبل الفاصل لعيب مميز جدا. نشوف يمكن محضر له انت جزئين، احنا وقتنا ضيق شويه بس نتكلم يعني على مارتينيلي. هو سريع، احنا شفنا الهدف امام ليفربول وازاي ان هو بيدخل في العمق ويرقص ويعمل القرار بسرعه جدا ان هو يخلق التفوق العدد، هو بيعملها زي ما الكتاب بيقول يا كابتن. نفس الكلام شفناه هنا في اكثر من مثال، يعني هنعرض مثال واحد سريعا ازاي مارتينيلي بيعدي من واحد واثنين، لاعب بيعرف امتى يرقص، امتى يقف على الكوره، امتى يلعب الارتداد السريع جدا ويخلق طبعا التفوق العددي والباسنج الصحيح اون تايم للاعبين. المشهد تكرر كتير جدا، هنا مارتينيلي بيخش دايما من ناحيه الشمال يرقص واحد واثنين، دايما هتلاقي يا اما جيسوس خلاص بقى فاضي تماما او ساكا فاضي تماما، وده الدور المحوري او الدور التكتيكي الكبير جدا اللي بيلعبه مارتينيلي. في سريعا في حاجه اسمها يعني زي ما شفنا الاكس جي، في الاكس تي، اكس جي الاكسبكتد جولز الاهداف المتوقعه، في الاكس تي الاكسبكتد ثريت التهديد، يعني هو دايما التهديدات المتوقعه عنده عاليه جدا، وده هنشوفه فيه الهيت ماب بتاعته طبعا تواجده فيه. هو طبعا بيلعب ليفت وينج، فبالتالي يعني تحركاته كبيره جدا جدا في الملعب، ولكن وجوده في منطقه الخطر جوه ال 18 عشان يعمل الاسيست كمان. صحيح. وجوده على الطرف الشمال بكثافه اللي هو الاحمر الغامق ده بكثافه. صحيح. فده شيء مهم. قبل ما ننهي معاك محمد، مارتينيلي عنده فرصه يلعب في كاس العالم في وجود فينيسيوس رافينيا، ولا يعني تعتقد عدد كبير جدا من النجوم بيحرموا من اللعب للبرازيل في كاس العالم؟ هو وجوده طبعا هيكون دفعه قويه جدا للبرازيل في كاس العالم، واعتقد وجوده مهم جدا يعني زي ما حضرتك كنت بتقول كده، طرق اللعب ممكن استخدمه في وقت معين، ممكن في تدوير اللاعبين في ورقه رابحه. طبعا وجوده مع على فينيسيوس شويه هيشكل صعوبه، ولكن اعتقد ان مارتينيلي لاعب مهاري عظيم جدا، هيكون له دور وشان كبير جدا. محمد في النهايه طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، بتنورنا وبتسعدنا دايما بارائك الفنيه، ويعني دايما متواجد معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا لحضرتك كابتن هاني، تحياتي ليك، دايما سعيد بوجودي معاك. شكرا جزيلا، الشكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من المحترف، ان شاء الله
الأسبوع القادم يوم الاثنين، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف.